السلام عليكم، مساء الخير. مرحبا بكم في ورشة جديدة من إدارة علاقات العملاء. معانا الليلة أستاذ تاجسر، وهو خبير في مجال خدمة العملاء وشغل العديد من المناصب في مؤسسات عديدة في الولايات المتحدة، مثل نور جرين كومباني أند ليبرينو فود أند ديش نتورك. هو أيضا حاصل على بكالوريوس الشرف في إدارة الأعمال مدرسة العلوم الإدارية جامعة الخرطوم. حصل على درجة الماجستير في إدارة أعمال التسويق في جامعة كولورادو في أمريكا، متحصل أيضا على شهادة عليا في التجارة الدولية جامعة كولورادو. تحصل كذلك على شهادات مختلفة من مركز التجارة الدولية. يعمل الآن على إكمال درجة الدكتوراه في التجارة الدولية جامعة ويلدن في أمريكا. بالإضافة إلى الجانب الأكاديمي، لديه اهتمامات بالإعلام ونشر الوعي والثقافة من خلال الندوات والمحاضرات، كما يقوم باستضافة الشخصيات المؤثرة على قناته باليوتيوب وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي. أستاذ تاجسر المتكسب، ده باختصار النبذة عنه. ممكن نبدأ بعد. شكرا لك دعاء. دعاء ستوب شيرينج عشان أستاذ تاجسر يقدر. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشباب الحاضرين كلكم، الشيرينج ظهر، السلايدز موجودة الآن ولا لسه شوية؟ زهرة. أوكي، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم. أول حاجة نجزي الشكر الشديد جدا لمجموعة الباحثين السودانيين، مؤسسة الباحثين السودانيين وبرنامج لينك وكل الشباب القائمين على الموضوع الكبير ده، دعاء ودكتور النعمة وكل الشباب. هذا مجهود الحقيقة كبير جدا وخرافي ونشكركم عليه، ودور طليعي ومهم جدا، فشكرا جزيلا. وشكرا على كل الناس اللي ساهمت في الشغل الكبير ده، من ناس الدعم الفني وكل الشباب اللي ساهموا في الموضوع ده. ده موضوع كبير، ونقول لكم إن شاء الله ربنا يجزيكم كل خير. زي ما قالت الأخ الدعاء أو الإبن دعاء، أنا ما أعرف الأعمار كيف هنا في المحلة دي، لكن كده نخليها ماشي كده زي ما قال الدعاء. حنتكلم اليوم عن إدارة علاقات العملاء. عندنا عدة محاور حنتكلم فيها. المحاور الموجودة هي، أنا ما أعرف ليش السكرين الله يستعطي ما بيتحرك، لكن أيوة تمام. طيب، من نوعة المحاور اللي حنتكلم فيها، حنتكلم في مقدمة وحاعمل شوية about myself، وحنخش في شوية تعريفات ومصطلحات ومفاهيم وأهمية خدمات العملاء. ده في المحور الأول. في المحور الثاني حنتكلم عن العلاقة بين خدمات العملاء وباقي المؤسسات. وفي المحور الثالث حنتكلم عن دور خدمات العملاء في المؤسسات. المحور الرابع حنتكلم عن المهارات المطلوبة في موظف خدمات العملاء. والمحور الخامس والأخير حنتكلم في الفرق بين خدمات العملاء على الصعيد المحلي والصعيد الدولي أو العالمي. إذا حسيتوا أن أنا أتكلم سريع كلموني، لأنه أنا من الناس اللي بتكلموا بسرعة، يعني هحاول. عملنا تدريبات الواحد يتكلم بصورة بطيئة، لكن الواحد زي ما بيقولوا الطبع بيغلب التطبع. الحاجة الثانية، إذا حسيتوا بأنه إحنا طولنا وعاوزين بريك، ممكن طوالي ترفع يدك وتأخذ بريك. والحاجة الأخيرة، إذا واحد عاوز يسأل ممكن يرفع يده، أنا بشوف هنا إذا الناس عاوزين يرفعوا يدهم يتكلموا، فممكن مباشرة، يعني إذا ما عاوزين تكتبوا في الشات، لأنه مرات بيكون السؤال تحدثا أسهل من الكتابة، أو الواحد بيقدر يوصل الفكرة بتاعته. يعني ببساطة كده، دي مجموعة الحاجات اللي أنا عملتها والعشتها. على شمالكم هنا في صورة بتاعت قبة في على الشاشة على الشمال، ودي قبة ود مدني السني للناس اللي ما شافوها أو ما بيعرفوها. أنا أساسا مولود في مدينة ود مدني، وتربيت وعشت في مدينة ود مدني، ودي قبة ود مدني السني الشهيرة. لو الناس بيسمعوا الفن القديم، في فنان اسمه فتح السجيد من مدني، أخو علي السجيد الفنان المشهور، كان يعني بيقول أنت من وين يا بنية وجاي ماشي على وين السفر، تلاقي مدني الجميلة، مدني يا أجمل خبر، تلهم الكاشف يغني ويكتب المساح شعر. فدي قبة ود مدني السني، وبرضو في أغاني بتاعت بنات قديمة كده بقول لك ظهرت لي محبة في مدني شارع القبة، دي القبة اللي بيتكلموا عنها.
فكل المراحل التعليمية الابتدائي والمتوسط والثاني كانت بمدينة المدني. بعد ذلك مشيت الخرطوم لجامعة الخرطوم الجميلة ومستحيلة، صورتها في القلب هنا وما زالت بالنسبة لي جميلة ومستحيلة مهما حصل. اتعلمنا فيها كثير جدا من حاجات الحياة والحياة الاجتماعية بالإضافة للتعليم الأكاديمي. وزي ما قال الدعاء تخرجت بكالوريوس الشرف في مدرسة العلوم الدارية في عام 1995، يعني كومر بشهادة. بعد ما تخرجت من جامعة الخرطوم اشتغلت عملت خدمة إلزامية أستاذ علوم بأستاذ رياضيات في مدرسة الخرطوم القديمة جنب البركس سابقا، والبركس حاليا أعتقد رحل فيها البنات بعد ما نحن مشينا، أو في السنة الأخيرة اللي نحن مشينا فيها. وفي الخرطوم برضو اشتغلت مساعد باحث مع بروف أحمد حمزة خليفة ربنا يرحمه ويغفر له، واللي هو كان أستاذ التسويق وعميد مدرسة العلوم الإدارية، يعني دكتور تعلمنا منه كثير. اشتغلت معه مساعد باحث فترة طويلة، وبرضو اشتغلت في شركة اسمها فايتابرين في قسم بتاع بحوث التسويق. الفايتابرين أعتقد يعني طلعت بر السودان، هل ذات منظمهم طلعوا بر السودان يعني. ده باختصار ما حصل في السودان. بعد ذلك مشيت بعدها للمملكة العربية السعودية، الصورة في اليمين في أعلى الصورة دي المملكة العربية السعودية. مشيت هناك سنة 1996 وقعدت فيها لحد 2004. اشتغلت في عدة وظائف، بديت من دون مبيعات، لكن بعد ذاك شغل المبيعات والسيلز محتاج انك تكون عارف البلد وعارف الثقافة بتاعتها والناس بتاعنا. ففي السنة الأولى ما قدرت أنجح كويس، فمشيت للمجال الثاني بتاعنا اللي هو مجال المحاسبة، بالرغم من أن خريج بيزنس يعني. فمشيت في مجال المحاسبة طبعا بالنسبة لي دي الحاجة الأسهل، ووصلت لحد مدير مالي. طلعت من السعودية سنة 2004 مشيت لأمريكا، ومن جيت أمريكا نزلت في ولاية كولورادو، وما زلت الآن موجود في ولاية كولورادو أكاديميا. بعد سنة ونص تقريبا من يعني وصولي لأمريكا بديت أبحث عن الدراسة وكذا، لأنه أساسا السبب طلعني من السعودية من الأول، كان مفروض أمشي أدرس عشان أزيد شوية في الجانب الأكاديمي. فمشيت يونيفرسيتي أوف كولورادو دينفر وحصلت على MBA التخصص ماركتينج، وبرضو عدد من الشهادات بتاعت الانترناشونال بيزنس. وبعد ذلك بعد ما خلصت الماستر بديت قبل سنتين تقريبا مع جامعة اسمها وولدينغ يونيفرسيتي في البرنامج بتاع DBA بتاعهم اللي هو دكتور اوف بزنس ادمنستريشن في الانترناشونال بزنس. يعني في النهاية حسيت انه نحن اقرب لينا نشتغل انترناشونال بزنس لحاجات كثيرة ممكن نتعرض لها بعدين لقدام. طيب ده في الجانب الاكاديمي. في الجانب العملي طبعا انت لما تيجي مهاجر لأمريكا بتشتغل في أي حاجة، فاشتغلت شغلانات كثيرة جدا جدا، لكن احنا هنركز على الشغل بتاع الكاستمر سيرفيس لأنه دي الحاجة اللي هنتكلم عنها هسه نحن. ففي الكاستمر سيرفيس اشتغلت في شركة اسمها نور جرين، دي شركة بتاعت معدات أساسا بتشتغل بتعمل معدات، حاجات بتشتغل بضغط الهواء بسموها نيوماتكس. فأنت لو مشيت مثلا الطبيب بتاع الأسنان بتحس بأنهم عندهم أجهزة صغيرة كده بيشتغلوا بها في الأسنان، أو مثلا ركبت لك في باص كبير بتحس بأنه الباص لما يفتح بيعمل كده عشان الباب يفتح. ففي أجهزة صغيرة بسموها نيوماتكس بتشتغل بضغط الهواء، الشركة دي كانت بتعمل الحاجات دي. فأنا بديت معهم من عامل في المصنع، بعد ذاك طورت شوية لستوك كنترول، بعد ذاك خشيت المصنع. سبحان الله الوظيفة اللي ادوني ليها بدل ما امشي في مجال المحاسبة والفاينانس قبلوني في الكاستمر سيرفيس، وهي حاجة صعبة يعني انك تشتغل كاستمر سيرفيس في أمريكا اللي زول جاي أدوب له سنتين ونحن عندنا أكسنت والإنجليزي بتاعنا ما على قدر كده، لكن المهم شاءت الظروف إنه ياخذوني في مجال الكاستمر سيرفيس. بديت في الدومستيك كاستمر سيرفيس، وبعد ذاك مشيت الانترناشونال كاستمر سيرفيس. بعد عده سنوات مع شركه نور جرين الشركه حصل لها اوت سورسنج، يعني نقلوا الشغل بتاع اللي برا امريكا عشان يخفضوا التكلفه بتاعه العماله. وبعد ذاك انا رجعت تميت الماجستير واشتغلت في عده شركات تانية لكن في مجال خدمات العمر. اشتغلت في شركه اسمها ديش نتورك، ودي الشركه عندها ساتلايتس وعندها ريسيفرز بتوزع للناس عشان الناس يقوموا يشتركوا في القنوات المختلفة. يعني ناس السودان بيشتروا ديش واحد ويخطوا في البيت ويركب ويقوم يجيب كل القنوات، لا دي هنا الشركات كل شركة بيكون عندها الساتلايتس حقتها وبتسحب القنوات دي بعدها بتوزعها للناس. أنا كنت شغال في القسم بتاع خدمات العملاء اللي هو تقريبا كول سنتر، حنتكلم عن الأشياء دي بعدين اللي قدام. ومشيت من القسم بتاع الكاستمر سيرفيس من في الكول سنتر نفسه لحاجة اسمها اللويالتي، اللي هم جزء شوية متقدم في الكاستمر سيرفيس دي اللي انت بتشتغل معاه. في غالب الناس اللي بيكونوا زعلانين خالص حصلت لهم مشكله ويجي يقول لك نحن والله عاوزين نفصل الشغل حقنا خلاص ما دارين معاكم، دارين نكنسل العقد معاكم ودارين نمشي نشوف شركه ثانيه. فالناس الزعلانين دي اللي بيجيبوا لنا نحن، فانت بتقوم تحنسهم وكده يصلي على بارك يا ابو الشباب وصلي على النبي وتشيل وتخوت المهم، بعد ده بتدوي قراءات وتشوف مشكلتك شنو تحاول تعالجها وعشان تحتفظ بيه وتحتفظ بيه كعميل. طبعا شغل مختلف جدا من الشغل بتاع البرودكشن هناك في شركه بتاعه معدات صناعيه عشان تيجي تشتغل في شركه بتاعه خدمات.
المصطلحات مختلفة، التدريب مختلف، يعني كل حاجة مختلفة. الكويس إنه في أمريكا إنه بيديك تدريب يعني على مستوى عالي جدا، يعني الريسيفرات دي إحنا جبناها فرتكناها واحدة واحدة، يعني فرتك الريسيفر ده قدامك عشان تعرف الحاجات اللي بتحصل فيه شنو. صح إحنا ما مهندسين في حاجات، أنت في النهاية تقوم بتوديها للجانب الفني لمن تغلبك أنت، لكن الترابل شوتينج البدائي ده كله درسناه يعني، بالإضافة لأشياء تانية كثيرة. طيب بعد ذاك من ديش نتورك اشتغلت في الشركة اللي أنا موجود فيها حاليا، دي شركة اسمها لبرينو فود، الشركة بتاعت مواد غذائية. الشركة دي بتصنع الموتزاريلا تشيز، متخصصة بس في صناعة الموتزاريلا وبتوزعها لشركات البيتزا. فإحنا شغلنا مع شركات البيتزا في العالم كله، يعني الموردين الرئيسيين لبيتزا هات ودومينوز بيتزا، بابا جونز، بلاك جاك، ليتل سيزر، كل الشركات بتاعت البيتزا دي بيشتروا مننا، حتى في الميدل ايست وفي العالم الثاني بيشتروا من عندنا احنا. فبديت معهم طوال في القسم بتاع الانترناشونال كاستمر سيرفيس. طبعا طبعا ما تعمل خبره في امريكا خلاص، يعني ما بتضطر تبدأ من اول السلم ثاني من اول. اشتغلت في القسم بتاع خدمات العملاء، وبعد ذاك انتقلت للقسم بتاع السيلز، بقيت مسؤول من خدمات ومبيعات الشرق الاوسط. فبديت من ناحيه بتاعت انترناشونال كاستمر سيرفيس، وبعدين مشيت لقدام. فاحنا هسه هنركز على الشغل بتاع الانترناشونال كاستمر سيرفيس. الصوره التحديه على الجانب الشمال التحديه دي مدينه كولورادو، مدينة دينفر سور في ولاية كولورادو. الجبال الظاهرة دي جبال الروكي اللي بنسمع بها في الجغرافيا دي، اللي هي مشهورة عندنا إنه دي الولاية حق جبال الروكي، يعني عشان كده مسمينها كولورادو. ومدينتها بسموها المايل هاي لأنها مرتفعة جدا، والوردة الجليد الأبيض ده في الجبال. ونحن لينا من شهر 10 الفاتت نحن عايشين في حالة بتاع الجليد. طيب ده بالنسبة للجانب الأكاديمي والعمل باختصار. طيب برا الشغل زي وزي اي شخص تاني، يعني عندنا حياه ثانيه، فبنقضي اوقاتنا في فترات الصمر بالتحديد، في فترات الصيف لانه الشتاء صعب جدا هنا، ما بنقدر نعمل فيه حاجه كثيره. لكن مثلا الصوره الاولى على الشمال دي اللي فيها انا لابس طاقيه دي، بنمشي الجبل، عندنا مجموعه من الشباب، مجموعه من الاسر، بنسوق اولادنا ونطلع بنمشي نعمل حاجه اسمها هايكينج، بنمشي للجبل. لكن ما هايكينج يعني ما من نوع بتسلق بالحبال ده، لا بنمشي مشي عادي، احنا ناس كبرنا والموضوع ده بقى صعب علينا. في النص في ترابيزه بتاعه تنس طاوله في النادي بتاعنا، بنسميه النادي السوداني، فبنلعب تنس طاوله. برضو الصوره اللي على اليمين دي، اعلى حاجه على اليمين دي كره القدم، الواحد بيحاول يتذكر انه كان بيلعب كورة كيف. المهم يعني كله سبت كده، عندنا مجموعة بتاعت عجائز لما نيجي الصيف بنلعب في الميدان. الصورة التحدى على الشمال معايا أولادي، بنمشي بالعجلات، برضو بنطلع بنعمل حاجة اسمها بايكينج. وبعد ذلك برضو عندنا حوض سباحة في نفس المجمع بتاعنا، بنمشي برضو مرة في الأسبوع تقريبا في الصمر، بسوق الأولاد بنمشي نتمرن على السباحة. وبعدين الصورة الأخيرة اللي على اليمين دي معايا أولادي، طلعنا فوق في محلة عالية جدا في الجبل، في بحيرة فوق، متزوج، عندي 4 أطفال، ولدين وبنتين، والحمد لله الأمور ماشية. طيب زي ما قال الدعاء، برضو عندي اهتمامات كبيرة جدا بالشغل بتاع نشر الوعي في مجالات مختلفة. ففي الفيسبوك الصفحة بتاعتي، إذا كتبت تاج السير المتكسي بالإنجليزي زي ما مكتوب هنا، الصفحة بتاعتي فيها كمية من المحاضرات وكمية من المقابلات مع شخصيات مختلفة في مواضيع مختلفة بتكون موجودة، يعني بالإضافة لكتابات ومقالات وكذا. تحدي القناة بتاعتي في اليوتيوب برضو مجموعة كبيرة جدا من اللقاءات في مجالات مختلفة، جزء منها رياضي، اقتصادي، سياسي، في كل المجالات. وده اللوجو بتاعنا بتاع سودانيس كلوب إن دينفر كولورادو، أنا الرئيس مجلس الإدارة للنادي السوداني لعدة سنوات الآن. طيب ده باختصار عني أنا، قبل ما نمشي لقدام في أي سؤال أو تعليق أو أي حاجة. الشباب المنظمين السرعة كيف بتكلم بسرعة ولا كويس نواصل على كده؟ لا لا ممتاز، نشوف الشباب اكتبوا في الشات بوكس إذا حاسين إنه سريع، أو إذا عندكم سؤال في أي مرحلة من المراحل دي. إحنا مشينا سريع من مدني للخرطوم أيوة حاول عايز أتكلم. كلهم بيقولوا إنه لا، ما في زول رافع يده، كلهم بيقولوا إنه تمام. أوكي مية مية. طيب ندخل طوالي. المكتوب في الكورس مكتوب علاقات العملاء، وأنا هسي بتكلم عن خدمات العملاء. فأنا بس عاوز أعمل زي تفريق بسيط كده بين المفهومين ديل، المفهوم بتاع علاقات العملاء وخدمات العملاء. هم في الآخر بيجوا لنفس الهدف، يعني الهدف ليهم الاثنين، هم في النهاية عاوزين يصلوا لأنهم يقدموا خدمة للعميل عشان يخلوه سعيد ومبسوط عشان يحتفظوا به في الشركة. ده الهدف الأساسي من الموضوع ده، لأنه كل الدراسات أثبتت إنه التكلفة بتاعت إيجاد عميل جديد يعني أضعاف إنك تحتفظ بالعميل القديم. فعلاقات العملاء وخدمات العملاء الاثنين في الآخر
هم عاوزين يوصلوا لنفس الهدف ده، انه عايزين يحتفظوا بعميل سعيد ومبسوط وساتسفايد من حاجات الشركه عشان يحتفظوا بهم. دي الفكره في النهايه. لكن الفرقات بسيطه، يعني مثلا في واحده من الاشياء الاختلافات بيناتهم انه خدمات العملاء في السكوب بتاعها في مجال العمل بتاعها او نطاقها شويه محدوده، اقل من علاقات العملاء، لانه خدمات العملاء انت في النهايه يعني العميل في الغالب هو اللي بيتصل بيك، بيكون عنده حاجه عاوز انت تعمل له، يعني ممكن نقول عليه انت ما ابتداري، ما بتبتدي بالحاجه اللي هي بسموها بالانجليزي رياكتيف، لكن علاقات العملاء بسموها برو اكتيف، يعني انت عشان تعمل علاقه مع العميل ممكن انت تمشي له قبل ما هو يجيك عشان تمشي تقترح عليه حاجه. تمام، فدي الفروقات البسيطه، انه هناك السكوب اوسع شويه، انت ممكن على موظف علاقات العملاء ده ما بالضروره مرتبط بالحاجات العميل اللي هو عاوزها، لا ممكن انت تمشي تقترح للعميل تزوره زياره ساكت ميدانيه يعني بدون اي سبب عشان تعمل حاجه جديده في علاقه العملاء. السكوب بتاعه اوسع شويه من المجال بتاع خدمات العملاء. كويس، يعني وبتدخل فيها حاجات تانية، تدخل فيها مثلا شغل بتاع public relation اللي هو علاقات عامة، بيدخل فيها شغل بتاع التسويق، شغل بتاع دعاية وإعلان، يعني في كمية من الحاجات بتدخل في شغل بتاع علاقات العملاء، يعني تكون مجالك أوسع شوية من المجال بتاع خدمات العملاء. ده بالنسبة للفريق بيناتهم الاثنين. طيب نحن هنا حنتكلم عن خدمات العملاء بشكل أساسي، لأنه دي الوظيفة اللي بتبدأ أنت في الأول. ممكن بعد ما تتطور في خدمات العملاء، وإذا الشركة أساسا معتبرة موضوع خدمات العملاء ده حاجة كبيرة، ممكن يكون عندها قسم خاص بعلاقات العملاء، ما قسم يعني تابع لأي واحد من الأقسام الثانية. فده ممكن يكون برضو واحد من مجالات التطور، لكن احنا مين اللي حنتكلم عن خدمات العملاء. تمام، عشان نشوف التعريف بتاع خدمات العملاء. تمام، ومن عدة مكانات لقيت انه في تعريف تقليدي تقريبا لخدمات العملاء، بيقول انه حسب ما مكتوب هنا عندك في السلايد، خدمة العملاء هي مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تعزيز مستوى رضا العملاء، الإحساس بأن الخدمة أو المنتج قد نال رضا العميل. ده التعريف. وبطريقة تانية ممكن نقول هي العملية التي يتم من خلالها تلبية احتياجات العملاء من خلال تقديم خدمة ذات جودة عالية ينتج عنها رضا العميل. طيب أنا خدت كلمة احتياجات دي بالأحمر وعملت تحت خط لسبب، لأنه في فرق بين احتياج وبين رغبة. كويس، يعني بالإنجليزي ممكن تكون شوية أوضح، في الكلمة بتاعت need والكلمة بتاعت want. فأنت العميل ده بتحقق له احتياج وما رغبته، ما الحاجة اللي هو بفكر فيها في راسه، لأنه العميل ده ممكن يكون عاوز أحسن منتج بأقل سعر في أكثر فرصة، والحاجات دي كلها ما بتتحقق، ومرات هو نفسه ما بكون محتاج للحاجات دي، يعني ومرات كثيرة جدا ما بكون دي هو الحاجة العاوزة. تمام، يعني انت بتنصحه مرات عشان يمشي للحاجة العاوزة. وفي المحل يعني بتحضرني الطرفة بتاعت الترزي التمتام، فجماعة بقولوا واحد سوري التمتام المشى للترزي، فمشى شايل له قماش كده وجال الترزي السلام عليكم، الترزي قال له عليكم السلام، قال لي يا أخي أنت ترزي كويس؟ قال لي يا زول كيف، أنا ترزي ممتاز جدا، شغال في الموضوع ده لي 20 سنة. قال لي خلاص أنا عاوزك تعمل لي بنطلون بوقي وبكسر وأبازين وكفة إنجليزية. طبعا للناس القدامى دي كان زمان المواصفات، خلاص يعني أنت لما تعمل لك بنطلون شاخد كده للآخر، بيكون البنطلون التفصيل حقه بوقي، البوقي دي ممكن نقول عليها مثلا من فوق عريض كده ونازل ضيق لتحت، بعدين بالكسر العاديه دي، والكفه الانجليزيه دي المعموله طالعه لفوق شويه، وبعدين الابازين دي زمان حاجات بيخطوها فوق الكمر بتاع البنطلون عشان لو عاوز تضيقه وتوسعه يسموها الابازين. فالترزي قال لي جدا جيب القماش حقك، الراجل طلع القماش الترزي لي القماش ده اصغر من ربع متر، يعني حاجه صغيره شديد. قال لي يا ابو الشباب لكن يا اخي القماش ده ما صغير ما بيعمل لك بنطلون. قال لي انت مش ترزي؟ قال لي خلاص الحرف عمل ليه البنطلون اللي انا دايره. قال لي كويس، شال منه القماش وقلت عليه بعد اسبوع. الرجل جاوب بعد اسبوع قال لي عملت ليه البنطلون؟ قال لي بنطلون جاهز، طلع الكيس مفروض كده وداه البنطلون بالضبط زي المواصفات اللي عايز العميل، لكن حاجه صغيره جدا ما بيقدر يدخل في يده.
انا قال لي يا اخي لكن ناسي انا البنطلون ده البسه كيف يعني؟ البنطلون ده صغير. قال لي انت القماش ده مش حقك؟ قال لي طيب ما خلاص ما تتحرفن والبسه. فالقصه هنا انه انت ما بتعمل العميل ده اي حاجه عاوزها. العميل اللي انت مرات بتنصحه لانه في حاجه هو مفتكر في راسه ويمكن ما تنفع معه، يمكن بالعكس يعني تكون عكس النتيجه اللي هو عاوزها. فعشان كده في تركيز هنا على الموضوع بتاع احتياج العميل، ما رغبه العميل، ما الوانط اللي هو عاوزه. طيب من خلال التجارب حقتي انا عملت لي تعريف ثاني لخدمات العملاء، وده نجرته انا من راس ساكت يعني ما موجود في اي كتاب، لكن ده الشغل بتاع خبره يعني، ده من واقع تجربتنا العمليه. طيب بيقول خدمات العملاء هي تحقيق رؤيه واهداف واستراتيجيات المؤسسه من خلال التعامل باحترافيه مع العملاء الخارجيين والداخليين واداره توقعاتهم. طيب هنا في كم حاجه انا بس عاوز اشير ليها في الموضوع ده. طيب انت اساسا شغال موظف في شركه، يعني ما حتشتغل حاجه من عندك، انت بتحقق اهداف واستراتيجيات الشركه. اي شركه مهما كانت عندها رؤيه وعندها اهداف وعندها استراتيجيات عايز تحققها من خلال عملها. برضه هم النازل ما جايين يشتغلوا ساكت كده يعني لله في الله، عندهم حاجات دار يحققوها. فانت اول حاجه لازم تأبزورب وتمتص وتفهم الشركه دي اساسا رؤيتها واهدافها واستراتيجياتها شنو، عشان انت تقدر توصل المفهوم ده للعملاء. لانه بالمناسبه الموظف بتاع خدمات العملاء ده الاتصال الرئيسي بين الشركه والخارج في اعلى مستويات. طاح صح انت عندك مثلا مرات الناس بتاع يعني السيلز بيمشوا برا عشان يعملوا الديلز حقتهم وتكلوز السيلز والحاجات دي، ناس الماليه مرات مثلا بيتواصلوا مع العملاء، في ناس بيتواصلوا مع البنوك، في ناس كواليتي اشورنس بيتفاهم كده، لكن في النهايه العميل ده بيعرفك انت الشخص الشغال معه. عنده اي مشكله بجيك، عنده شكوى بجيبها لك، عنده طلبيه دايره بجيبها لك، حصلت لي حاجه بيتصل بك. انت من هنا من جوه بتوزع انه زول هل انا ممكن اخدمه ولا شخص ثاني. فعشان كده انت لازم تكون من الناس العارفين جدا الشركه دي رؤيتها شنو واهدافها شنو واستراتيجياتها شنو، لانه انت ممكن تعمل لك حاجه تكون عكس اهداف الشركه. فدي من الحاجات المهمه جدا الواحد يلاحظها، انه طالما انت خشيت الشركه دي لازم تعرف الشركه دي تعمل شنو ودار تصل لشنو. وده من خلال التدريب. التاهيل بالمناسبه للشخص الموظف، الناس بيفتكر انه خدمات العملاء دي اي شخص ممكن يشتغل خريج ثاني وعالي كده ممكن يجي، لكن اسي من الكلام اللي بقوله انا ده انتوا حتعرفوا انه انا استفدت كتير جدا من كونه خريج مدرسه علوم اداريه. وايش انا شغل بنتكلم عن زول عن استراتيجيه واهداف ورؤيه وكده، نحن لمن قرينا الكلام ده في الجامعه خلاص بقى اسهل لنا انه كيف انك الحاجات دي تقراها وتستوعبها وبعدها تعكسها لناس ثانيين. فدي واحده من الميز بتاعت خريج اداره الاعمال. بالمناسبه الناس اللي تخرج من اداره اعمال واقتصاد ومحاسبه والكلام ده في كميه من الاشياء انت حتى لو ما كان شغلك انت لكن انت بتكون فاهم اساسا زي ما حتشوفه بعد شويه، انه الشغل ده شغل متداخل جدا. وانت في محلك بتاع خدمات العملاء بتقدم خدمات لجهات كثيره جدا داخل الشركه وخارج الشركه. طيب ده قلنا الجزء الاول اللي هو انك تفهم الشركه عشان تقدر تكون زي ما بيقولوا خط الدفاع الاول ووجه الشركه المشرق، يعني لازم تكون حسن المخبر والمصر عشان تقدر تقدم الشركه كويس. طيب من خلال التعامل باحترافيه، دي نقطه مهمه جدا. التعامل باحترافيه دي حاجه مهمه لازم تخدها في بالك. انت عايز تعمل علاقات مع العملاء دي، لانه فعلا العلاقات الشخصيه بتاثر على العمل، لكن كمان لازم يكون باحترافيه. البروفيشناليزم دي مهمه جدا جدا. انت عندك حدود ما بتتجاوزها كموظف مع عميل خارجي، تمام؟ فلازم يتعامل باحترافيه. احترافيه دي معناها يكون في احترام متبادل، معناها يكون في صدق، معناها يكون في مسؤوليه، معناها يكون في عدم استغلال. وحنجي لقدام هنا حنتكلم عن الريكويرمنت، المتطلبات اللي لازم يكون موظف خدمات العملاء بيمتلك عشان يقدر يكون موظف عملاء ممتاز. طيب باحترافيه مع العملاء الداخليين والخارجيين. الناس كلها بتعرف انه انا داير اخدم الناس اللي برا. لو كنت شغال في اي شركه مهما كانت، شركه انتاج، شركه خدمات، اي نوع من انواع الشركات، لكن احنا نقدر نشير لانه في حاجه اسمها العملاء الداخليين. انت برضو ما داخل الشركه دي عندك ناس بتتعامل معهم، تمام؟ اسهل وصف للموضوع ده مثلا القسم بتاع الاي تي مثلا، خلاص الاي تي ده ما بيتعامل مع الناس البر، لا بيتعامل مع الناس مين اللي مع الناس اللي جوه. صح في حاجات اسمها اي دي اي وكده ممكن اتعرض لها لقدام، لكن ده بيجيني انا بيوصل لي الكمبيوتر بتاعي انا، اذا حصلت لي مشكله في التليفون او كده بيجيني بيشتغل معي، خلاص. مثلا القسم بتاع الاتش ار مثلا، حاجه في مجالنا نحن الناس البيزنس والاقتصاد، تمام؟ القسم بتاع الاتش ار ده اللي هو اداره شؤون الموظفين، ده انا بالنسبه لي عميل،
عاوز يعمل لي تدريب وعاوز يعمل لي مرتبات وعاوز يعمل لي حاجه زي دي. تمام، بيبقى في منافع عملاء داخلين وخارجين. النقطة الأخيرة دي مهمة جدا، إدارة توقعاتهم، الـ expectations management، دي حاجة مهمة جدا جدا، مش في الشغل بس في أي حاجة، حتى في السياسة. يعني ناس، واحدة من المشاكل الكبيرة اللي وقعنا فيها مؤخرا إنه السياسة ما قادرين يديروا توقعات الناس. الناس مفتكرين إنه الفترة الانتقالية دي جات طوال إننا بين يوم وليلة حنتخير من السودان لألمانيا. الكلام ده ما بيحصل، أنت لازم تدير توقعات الناس. فالعميل ده هو أساسا عاوز شنو؟ دي حاجة، وممكن يحصل له شنو دي حاجة تانية. فأنت لازم يكون عندك الفطنة الكافية والدبلوماسية الكافية عشان تسوق العميل ده من الحتة اللي هو خدتها في راسه للحتة المنطقية اللي حتحصل أساسا. يعني العميل ده بيجي يقول لك يا أخي أنا والله عاوزك مثلا نازين، مثلا ناخد مثال، خلاص العميل ده يفتكر إنه يا أخي والله أنا سرعة الإنترنت حقتي دي المفروض تكون حاجة كده بلاست، وهو ما عارف إنه اللي إحنا السيرفر حقتنا دي عندها حمولة معينة وفي أشياء بتحصل. فأنت لازم في النهاية تدير توقعات العميل ده. دبي كده، ده التعريف اللي أنا عملته كان نوضح الشغل عني دي. طيب، من خلال التعريف ده، بس قبل ما نمشي، بيتضح إنه خدمات العملاء دي ما هي قصة بتاعت كول سنتر، محل بتاعت ناس قاعدين بيستقبلوا مكالمات ويردوا على ناس. الموضوع أكبر من كده بكثير، وأمريكا تحديدا من الدول اللي عندها خدمات العملاء دي حاجة كبيرة جدا، وبركزوا عليها، لأنه هنا في أمريكا بقول لك there is a plenty of everything but customers، يعني في وفرة في أي حاجة إلا العملاء. الناس هنا بيتحاربوا وبيتكاتلوا عشان كل واحد يلقى له عملاء يجذبهم ويحتفظ بهم عشان يبيع حاجاته. فعشان كده هنا مديناها موقع كبير جدا الأمريكان، الشغل بتاع خدمات العملاء. يمكن في دول تانية يكون ما عندهم اعتبار أو معتبرينهم حاجة ثانوية جدا، يعني ما شغلة مهمة في الشركة. لكن في أمريكا دائما بيقول لك ناس خدمات العملاء ديل الناس بتاعين الهيفي ليفتينج، اللي هم الناس اللي بيشتغلوا الأشغال الشاغفة في المؤسسة، بيشتغلوا شغل كبير جدا، لأنه أي غلطة من الناس ديل ممكن تودي العملاء بتاعين الشركة بعيد منهم، ودي الحاجة الأساسية اللي بتدفع القروش للشركة كلها. فخدمات العملاء هنا حاجة مهمة جدا جدا. طيب، أي سؤال قبل ما نمشي للحتة الثانية؟ أي سؤال يا شباب؟ نعم، ما دعاء، في حد رافع يده في سؤال في كده؟ طيب، ما في حاجة لحد يأسي، لو في حاجة حنتطرق لها في آخر نص ساعة إن شاء الله. تمام، أوكي. أو برضو إذا في واحد عنده حاجة سؤال كده حرق وسريع سريع ممكن نرد عليه، يعني ما ضروري ينتظر لحد الآخر. إحنا عاوزين يكون في إنتراكشن، ويكون القصة خدوهات، يعني ما يكونوا قاعدين اليوم كله. طيب يا شباب، هنا نحاول نتكلم براحة شوية عشان نزل له وعاوز يسجل ممكن يسجل. دي مصطلحات الناس بتسمع بيها كتير. طيب، ليه مكتوب CRM مرتين؟ في خطأ هنا، حنصلح بعد شوية. طيب، المصطلح الأول اللي هو CRM، ده اللي هو Customer Relationship Management. Customer Relationship Management، المصطلح ده متداول، يعني انت اول ما تخش في الانترنت تكتب Customer Service طوال يقوم بيجيك Customer Relationship Management، نفس المعنى بتاع Customer Service. لكن ده الان بقى بيستخدموه اكتر حاجة في الناس بتاعين الاي تي، ان طبعا عارفين ان القصة بقيت كلها ماشي على Digitalization، الموضوع كله حيبقى شغل بتاع كمبيوتر وسوفت وير وكده، يعني دي واحدة من الحاجات الماشية. فالسي ار ام دي بقى زي مصطلح مربوط بالشغل بتاع السوفت وير. ففي شركات كبيره جدا عملت سوفت وير، نقول منها مثلا على سبيل المثال، يعني اذا عاوزين امثله، شركه اسمها Monday Sales، بايب درايف، سيلز فورس، هاب سبوت، هاني بوك، كابسول، بعدين الشركات الكبيره اللي هي بتاعت الاي ار بي سيستم اللي هي اوراكل واس اي بي. دي تقريبا من اشهر الشركات اللي بتعمل النظام بتاع السي ار ام. طيب، CRM ده اللي بيعمل شنو؟ بيحاول يجمع كل المعلومات ويخدها في شكل بتاع سوفت وير عشان تقدر تعمل لها بروسيس بسرعه، وتكون استجابتك للعميل سريعه. اذا كان العميل عنده شكوى، عنده كومبلين، عنده اي حاجه، انت تتعامل مع العميل، الكلام ده كله بيخطيه في شكل بتاع في سوفت وير عشان يقدر يعمل بروسيس للداتا بسرعه اسرع، وبعد ذاك يطلع له نتيجه تكون بصوره اضبط وبصوره اسرع. ده كل الشغل بتاع الذكاء الاصطناعي والكلام الحاصل الشغل ده. دي إذا لقيت الكلمة بتاعت CRM بس. لكن ممكن يكون المصطلح ده فيه حاجات تانية تستخدموها أنا ما عندي بيها معرفة. فأنت أول ما تلقى CRM ولقيت مكتوب Customer Relation Management، دي الحتة اللي هم ماشيين يسوقوك ليها. السطر الثاني ده مفروض تكون C
SR يبدو أننا نوز بالخطأ، عملتها CRM برضو. CSR اللي هي Customer Service Representative. Customer Service Representative CSR، وده الوظيفة بتاعت خدمات العملاء. يعني يكون شغال خدمات عملاء بيكتبوا لك تحته CSR. طبعاً تعرف إنه ده الوظيفة بتاعته Customer Service Representative، اللي هو أنت بتكون الموظف بتاع الشركة المسؤول من الانتراكشن مع العملاء برا. طيب في حاجة برضو جديدة ظهرت اسمها Customer Experience اللي هي CX، وبرضو دي مربوطة بالشغل بتاع Software والديجيتايزنج والكلام ده. طيب Customer Experience الناس مشت خطوة أبعد، دائرة تدخل مع الكاستمر ذاته في إحساسه بالخدمة أو المنتج اللي أنت بتقدمه له، بيكون في حاجة اسمها engagement بين العميل وبين الشخص المقدم الخدمة، عشان أنتوا مع بعض تقدروا تفهموا الحاجة اللي داير العميل ده بالضبط وتقدم له الحاجة اللي هو دايرها بصورة جيدة. يعني مثلا أديك مثال، نحن عندنا الشركة بتاعتنا بتستخدم السوفتوير الـ ERP system اللي اسمه SAP. الـ ERP system إذا ما سمعت به اللي هو الـ Enterprise Resources Planning Software، ده اللي هو بيربط الشركة كلها مع بعض، سواء كان إنتاج أو فاينانس أو HR أو أي قسم من أقسام الشركة، كلهم بيكونوا مربوطين في النظام دي، وكل واحد بدخل المعلومة مرة واحدة بعد ذلك بتنتشر لباقي الأقسام عشان يستفيدوا كلهم مع بعض. SAP دي أظن شركة ألمانية، بعدين في أوريكل الشركة الأمريكية المعروفة دي من الشركات الكبيرة اللي بيعملوا الـ ERP systems دي. فنحن عندنا شغالين بنظام الـ SAP دي في الشركة، ففي ناس جوا موظفين عندنا في القسم بتاع الـ SAP. الـ SAP ده بيكون في نظام بتاع ويندوز، يعني مثلا انا شغال في المجال بتاع البرودكشن، انا كاستمر سيرفيس بخش البرودكشن عشان ادخل الاوردر بتاع العميل الطلبيه بتاعه العميل. لما تفتح الكمبيوتر ده بيجي يظهر لك شاشه، بيجيك معاك الزول بتاع الكاستمر اكسبيرينس ده بيقول لك يا اخي انت الشاشه دي كده رايك فيها شنو، الحاجات اللي بتستخدمها كتير شنو، بتعمل كم كليك فيها تحته، بعد ما تعمل كليك هنا تمشي للصفحه، عشان احنا دايرين نسهل عليك المحل بدل ما انت تمشي للصفحه الاولى والصفحه الثانيه والصفحه الرابعه وبعدك تقوم تجر الصفحات دي كلها، عشان لا احنا دايرين نسهل عليك الموضوع ده. فده دي الكاستمر اكسبيرينس بتيجي من هنا، انه المقدم الخدمه مع مستلم الخدمه الاثنين بيقعدوا مع بعض عشان يشوفوا اسهل واصرف طريقه وممتعه للشخص الشغال، عشان ما تكون ذاتها شغلانيه صعبه. يعني هسه مثلا القصه بتاعت الباوربوينت اللي بنعمل البرزنتيشن دي، خلاص دي شغل ذات بتاع كاستمر اكسبيرينس. يعني انا ما عاوزك تكون قاعد بكتابه كثير كده وشغل ممل يعني في النهايه. فالناس اللي عملت البرامج بتاعت الباوربوينت دي وخلتها بالصوره الجميله دي والالوان الزاهيه دي عشان قصه الكاستمر اكسبيرينس دي، ما دارين شخص يكون قاعد في حاله بتاعت ملل يعني. طيب الاكونت مانجر دي بيستخدموها في محلتين، بيستخدموها في محل ناس السيلز بيسموه اكونت مانجر، لو ده مثلا بيكون مسؤول من ريجن معين بيدير العملاء بتاع المحل دي من ناحيه بتاعت مبيعات سيلز، تمام؟ او برضو كاستمر سيرفيس هو اكاونت مانجر، لانه في النهايه انت بتكون ماسك شغل العميل ده كله من الاول للاخر فروم اي تو زي، برضو بسموك اكاونت مانجر. فدي برضو حاجه انت يعني تاخدها في بالك. طيب في كلمه الناس بيستخدموها كتير جدا اسمها امباورمنت، ودي ما في كاستمر سيرفيس، انا خدتها هنا لانه في ناس ذات بيستخدموها بصوره غلط، يعني بيدخل فيها حاجات تانية. فالامباورمنت دي حسب الشركه وحسب فهمها لطبيعه شغلك انت، فبيدوك صلاحيات كبيره جدا بحيث انه ما انت في كل حاجه عاوزه تمشي تزال وتجيب فلان يا اخي انا دار اعمل كده اعمله ولا ما اعمله ولا القصه دي. في امريكا الموضوع ده هنا مهم جدا، واحده من الحاجات اللي بتخلي الناس يختاروا الشركه، يعني انا عندي صلاحيات وسلطات قدر كيف. اديك مثال بسيط، مثلا انا يوم كنت شغال في القسم بتاع خدمات العملاء رسلنا شحنه لعميل في الصين، تمام حاجتنا كلها مظبوطه رسلناها له، من العميل اللي استلم الحاوية هناك في الصين من البروسيس بتاع الشغل ده، انت لما ترسل اي حاوية بتكفل الحاوية دي برا بحاجة زي الطبلة بسموها سيل، البتاعة دي لو يتفكت معناها في حاجة حصلت للمنتج الجوة ده، لو زول دخل له مخدرات ولا المنتج ده باظ ولا اي حاجة، انت بعد ده بتمشي للشركة الشحنة تقول له انت البتاع ده فكيتوه انا ما مسؤول من الشحنة دي وحدفعكم قروشة، تمام؟ فانت من الاول ما عملت السيل ده زي الشمع الاحمر حاجه كده بيعملوها ما يعني اذا تفتح الكونتينر دي الحاوي دي لازم تفك الحاجه اللي اسمها السيل دي، لو ما تفكت وصلت هناك بصوره يعني سليمه وكامله معناها ده المنتج اللي انت خطيته وقفلته بيدك، معناها مسؤول من اي حاجه داخل الكونتينر دي. وزي ما بيقولوا الشيء بالشيء يذكر، لما يجي هنا في السودان يقول لك يا اخي والله جت حاجه بتاعت مخدرات وما عرفنا حقت منه،
أنا ده بالنسبة لي كلام ما عنده أي أساس من الصحة، لأنه حسب شغلانة الكونتينر دي من تحركت من محل، عارفين الزول العبام منه والكتب الحياة، يعني مسؤولية كاملة للزول الماشي له، وما في حاجة اسمها ما عرفنا القصة دي حقت منه، فده كلام ساكت يعني حنك وشغل بتاع التسويف يعني. طيب نرجع لموضوعنا الامباورمنت. طيب الكونتينر دي بعد ما مشت هناك، نحن في الأوراق بتاعتنا بنرسل لهم البوليسة بتاعت الشحن، بنشيل من الشركة الشحنة البوليسة حقت الشحن دي، من الحاجات المكتوبة جوا بيكون مكتوب فيها رقم الكونتينر ذات الماشي الحاوية والسيل نمبر دي، الرقم ده يكون مكتوب عشان هناك العميل لما يمشي يشوف رقم الكونتينر يطابقه مع السيل نمبر ده اللي هو الحاجز الشمع الاحمر احنا خاتمنا بيه دي، اذا لقاوا الاثنين مطابقات معناه دي بضاعه حقته. فالناس اللي مشوا هناك لقوا رقم مختلف، الرقم المكتوب في الكونتينر مختلف من الرقم اللي كاتبينه احنا في الورق بتاعنا. فرستروا لي قال لي يا اخي اسمع، عندنا مشكله كبيره، الرقم المكتوب في الكونتينر مختلف من الرقم اللي انتم خاتمينه لي في الورق حقكم في بوليصه الشحن وفي اوراقكم انتم اللي بترسلوها مع الشحنه، الارقام دي مختلفه، فهل المنتج ده حقكم ولا ما حقكم؟ فقمنا احنا رجعنا مشينا لقينا انه الناس اللي عندنا في المصنع كتبوا الرقم ده غلط وخدوه في اس اي بي، يعني من الاول كتبوه ودخلوه غلط، لكن المعلومه الحقيقيه انه الرقم بتاع السير نمبر الموجود في الحاويه دي هو الرقم الصحيح. اخذت المعلومه دي طوال مشيت لهم قلت لهم يا جماعه ده خطا مطبعي، نحن بدل ما نكتب السيل نمبر الحقيقي جبنا رقم من محل تاني بس خدناه بالغلط. وشوف انت في النهايه العميل ده ما بيعرف ناس المصنع، العميل ده بيعرفك انت، عشان كده بتقول له والله يا اخي ناس المصنع غلطانين، بتقول لي احنا غلطانين، انت طوالي بتيك فول اونر شيب وتعمل الموضوع ده غلطتي انا، ما انت في النهايه انت الشركه، انت العميل ده ما بيعرف اي زول تاني، بيعرفك انت بس. فتقول له قلت له يا جماعه والله يا اخي معلش دي غلطتنا احنا، احنا كتبنا المعلومه دي خطا، شلناها نقلناها من سطر لسطر تاني بصوره خطا، لكن السيل نمبر المكتوب عندكم ده السيل الصحيح، افتحوا الكونتينر دي على ضمانتي الحاجه دي حقتكم. مشوا فتحوا الكونتينر فعلا الامور مشت كويس جدا جدا، دي صلاحيات اكبر مني، ده ما شغلي انا خلاص، لكن الكونتينر دي لما تطلع عندها زمن لازم ترجع ليه يطلعوا الحاجات دي ويرجعوا لمينا، اكثر من كده اذا قعدت اكثر من زمن معين بيكون في خسائر على الموضوع ده. فأنا أديت نفسي صلاحيات أكبر من شغلي أنا ومشيت الموضوع، لأنه عارف القصة اللي ممكن تكلفني قروش، في نفس الوقت عارف إنه دي ما غلطة كبيرة يعني، ما حاجة ده شغل بتاع تايب وير ممكن تحصل لأي بني آدم يعني. فنفس الشركة ما رجعوا قال لي لا، بالعكس قال لي يا أخو الله اشتغلت شغل كويس جدا وحلت لنا مشكلة. فالإمبورمنت ده حاجة مهمة في شغلك أنت عشان تقدر تمشي الشغل يعني، ما كله دقيقة تمشي ترجع للسوبرفايزر حقك ولا للمانجر والمدير عشان يقول لك لا دي تعمله ودي ما تعمله. دي بس حبيت أعرض للحاجات دي سريعة كده عشان إن كيس إنه لقيتك القصة دي في واحد من المكانات. الحاجة الثانية ده أقول CRM، الثانية بالأخضر الفاتح دي CSR، فإن شاء الله إذا عاوزين نرجع الفائدة تاني ممكن أنا أصلح وأرجع تاني للشباب بتاعنا اللجنة عشان يحتفظوا بيه، ولو عاوزين يحتفظوا بيه في محل تاني. طيب الحاجة دي ده كونسبت اسمه Need Assessment Theory، دي الحته دي انا ذكرتها لانه انت كخدمات عملاء في حاجات مهمه جدا لازم تعرفها. بعدين بالمناسبه النظريه دي ما مطبقه في خدمات العملاء بس، مطبقه في السيلز، مطبقه في العلاقات الاجتماعيه، في اي حاجه تمام. فانت لازم تطبق الكلام ده. بعدين بالمناسبه خدمات العملاء دي ما لازم تكون شغال موظف في شركه عشان خدمات العملاء، اي انسان بيحتك ببني ادم تاني في شغله ده بيكون محتاج لكاستمر سيرفيس سكيلز لازم ولا بد. يعني مثلا من الحلاق ده بيجي الزول يقعد معاه، لازم المحل بتاعه يكون نظيف والمقصات حقته نظيفه والمكنه حقته نظيفه وهو ذاته نظيف ويسميل جود كويس، وبعدك تونس مع العميل شويه ويساله انت عاوز تحلق كيف، يعني ده كلام كتير جدا لازم يكون فيه الكاستمر سيرفيس سكيلز من الحلاق ده لحد ما اتصل الطبيب مثلا. الطبيب برضه لازم يكون عنده نفس الحاجات دي كلها، يكون لبيغ بيعرف يتكلم مع العميل كويس، يعرف مشكلته شنو كده تمام. فالنظرية دي بتستخدم بصورة عامة، نحن عاوزين نقولها هنا كويس، لأنه أنت طالما أنت بتقدم خدمة للعملاء فأنت معني بالكلام ده أكثر من أي زول تاني تمام. طيب النظرية دي باختصار بتقول إنه أي تعامل مع عميل عنده ثلاثة steps، عنده ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى لا من عميل يتصل عليك أو يرسل لك إيميل أو يجيك في محلك تمام، هو يتصل عليك باي حاجه من باي صوره من الصور معناه عنده حاجه عاوزها. فانت صح في اللي يعني بيسموها السمول توك والكلام ده بعد ما تبدا الحاجات الصغيره نجاري قدام،
بعد ذلك بتديه فرصة هو يتكلم، لأنه أنت إذا ما فهمت العميل اللي عاوز شنو أو ما فهمت المشكلة ما بتقدر تحلها. خلاص؟ فعشان كده لو ملاحظ الخط من فوق أقرب لمحل الإيجنت، يعني المساحة دي كلها من الخط الأحمر لحد محل الكاستمر، دي المساحة بتاعت الكلام بتاع العميل. فديناه مساحة كبيرة جدا يتكلم يحكي مشكلته كلها بكل تفاصيلها، وأنت بتكون سامع، يعني بسموه الأكتيف ليسنينج. خلاص؟ فأنت بتسمع بعناية شديدة جدا عشان تقدر تفهم بالضبط الراجل داير شنو. طبعا بتسأل أسئلة في حاجة أنت ما فهمتها أو عشان تزيد معلومة زيادة. فأنت في الأول بتسمع تماما للعميل لحد ما يقول قصته كلها بالطريقة اللي هو عاوزها. طيب سمعتها، دي بسموها need development، عشان أنت تقدر تحدد الزول ده بيتكلم عن شنو، عاوز شنو. خلاص بيجي العيان للدكتور بيقول لي يا أخي أنا والله عندي وجع بطن وعندي دوشة وبقوم من الصباح عيوني كده، المهم يعني بيحكي لك القصة حقته كلها. تمام؟ أو أنت شغال في زي مثلا العميل يضرب لي يقول لك يا أخي والله البطاقة حقتي دي الباغة حقتي ما اشتغلت، المهم وطبر السؤال حقه. بعد ما سمعته المرحلة الثانية بسموها need awareness، أنت ما خلاص هناك عملت development، لكن بعدين تقدر تتأكد من الحاجة دي وتعرف بالضبط هو بيتكلم عن شو. تبدأ تسأل أسئلة إضافية. كويس؟ الدكتور بيسألك بيقول لك يا أخي اللوية وجع البطن دي شكله كيف؟ في شكل طعنة ولا في شكل لوية ولا كيف؟ فأنت بتسأل أسئلة عشان كده يكون الكلام بينك وبين العميل. لو ملاحظ الكلام بتاع العميل بدأ يقل وأنت بدأت تتكلم زيادة، لأنه أنت بعدك بقيت تسأل عشان تعرف زيادة عن الموضوع. أول ما خلاص الأويرنس ده انتهى، يعني أنت فهمت بالضبط القصة شنو، بعدك أنت بتبدأ تتكلم والعميل بيبدأ يسكت، لأنه أنت خلاص فهمت وبعدك أنت قدرت توضح له القصة دي ممكن تتحل كيف. فدي نظرية مهمة جدا، يعني الناس في كل الأحوال مفروض تشتغل بالنظرية دي. يعني لازم يكون عندك very good listening skills، وبعدك تكون أنت فاهم شغلك عشان قصة الأويرنس دي، تسأل أسئلة زيادة عشان العميل يكون هو عارف يسوي في شنو. وبعد ذاك النيد فولفيلمنت ده اللي هو أنت اللي بتيجي تتكلم بعدك، لأنه خلاص أنت العارف المشكلة وأنت اللي عندك الحل، فأنت بتتكلم أكتر من العميل. اسمها need satisfaction theory. أي سؤال عن الثيوري دي قبل ما نمشي لقدام، لأنه ممكن تستخدمه في أشياء كتير جدا، يعني ما ضروري الكاستمر سيرفيس بس. طيب يبدو ما في سؤال، نمشي لقدام. طيب المحور الثاني اللي هو العلاقة بين خدمات العملاء وباقي الأقسام. خدمات العملاء دي حنا نعتبره زي لاعب النص في الكورة، لأنه أنت في النهاية بتحتك بالعميل. خلاص؟ واحتكاك بالعميل ده بيديك كمية من المعلومات وكمية من الحاجات أنت ممكن تساعد بها الشركة دي مساعدة كبيرة جدا جدا. ونرجع تاني للتخصص بإدارة الأعمال والاقتصاد، لأنه أنت هسي الحاجات اللي بتشوفها قدامك مكتوبة دي كلها، سواء كان مبيعات ولا تسويق ولا حسابات ولا إدارة الجودة ولا تسعير ولا تطوير منتجات واللوجيستكس والمستندات وإدارة الإنتاج والكاستمر سيرب. الأخير الكاستمر سيرب دي كده خلاها شوية، الباقي دي كله أنت تكون سمعت بيهم وقريت عنهم وعارف عنهم أشياء كثيرة جدا جدا. يعني هسه أنا لما مشيت للقسم بتاع السيلز كويس، يعني بالضبط عرفت أنا كنت بقدر أساعد الناس زي كيف، لأنه الشخص اللي ما اشتغل في محلتي دي ما قدم المعلومات دي ما بيقدر يفهم الناس اللي ممكن يساعده كيف. فعشان كده هسه أنا بقيت من الأدوات الرئيسية بتاع التدريب للناس اللي بيجوا جداد فالشركة بتخد تاني رغم واحد كده، إنه كل ما يجوا ناس جديدين عاوزين يعملوا لهم تدريب قلتها يصير عاوزينك اليوم الفلاني تيجي تشتغل معانا مع الناس الجداد ديل في خدمات العملاء، لأن الموضوع أكبر من قصة خدمات العملاء، بس القصة دي فيها حاجات تانية. طيب مثلا ندي أمثلة للعلاقة بين خدمات العملاء وباقي أقسام المؤسسة. أنت خدمات عملاء قاعد بتستخدم تلفونات، بتستقبل إيميلات، بتستقبل فاكسات، بأي صورة من الصور العميل اللي بيتكلم معك. طيب العلاقة بينك شنو وبين ناس المبيعات؟ الشغل بتاع السيلز ده بيمشي يعرض المنتجات حق الشركة للعملاء ويبيع عليهم، مش عامل معهم كونتراكت والله يا أخي نحن خلاص يا أخي نحن المطعم بتاع بيتزا هات في المملكة العربية السعودية بنحتاج لاثنين كونتينر بتاع الجبنة في الشهر. يمشي بتاع السيلز يتفق معهم على الأسعار ويوريون المنتج ويعملوا معاه التستات والحاجات دي كلها، وخلاص اتفقوا انه خلاص عاوزين نورد لكم كونتينرين في الشهر لمدة 3 سنوات. بتاع السيلز هنا موضوعه انتهى، بيجيب الأوراق دي بيجيب لنا في الشركة ويقول يا جماعة انا عملت عقدي مع النازل
حنعمل معاهم عقد بتاعنا نرسل لهم كونتينرين في الشهر لمدة 3 شهور. اللي بيعمل تنفيذ للعقد ده خدمات العملاء. أنا بتكلم عن الشركة بتاعتنا ناسي بتاعت المواد الغذائية دي. ده جانب من الشغل. أنا مثلا في جانب تاني بتاع خدمات مثلا زي ناس الكول سنتر كنت شغال فيه وضم مختلف يعني. تمام؟ فخلاص بتاع المبيعات مش عمل العقد والجراجع. أنت اللي بتقوم بالتنفيذ. لأن عميل بضرب ليك بيقول لك يا أخي أنا عاوز كونتينر خلاص تصني في جدة. نحن هسي مثلا في فبراير عاوز يجيني في شهر مايو مثلا. أنت اللي بتشيل الأوردر دي وتدخل المعلومات إنه يا أخي والله الشركة الفلانية عاوزة طلبية بتاع الجبنة تصلها في شهر 5. يعني أنت اللي بتنفذ الطلب بتاع العميل خلاص بتاع سيلز دوره دور انتهى خلاص. غير كده لازم يكون طبعا في تدريب كويس جدا. احنا دربونا في كل الشركات اللي مشينا دي يعني بتذكر اللي مشينا ديش نتورك. احنا في النهايه بقينا عارفين الساتلايت اللي قاعد في السماء ذات وعارفين الريسيفر اللي قاعد في الواطة وعارفين الشغل بتاع التوصيلات. انت اصلا لما تتصل بين زين يقوم يقول لك كده اعمل ريبوت وما اعرف اعمل شو. الكلام ده كله درسونا له تدريس يعني قاعدين في محاضره وبيجوا يدرسنا. نفس الصوره لما احنا كنا في القسم بتاع خدمات العملاء مشينا تقرون الجبنه دي قراية يعني درسنا الجبنة دي مخصصات أو بتعمل شنو ليه ولما تخش في الفرن بتاع البيتزا ده الألوان بتتغير كيف وبتبقى سائلة وسايحة وكده. طبعا مشان طعم المبيعات بعدك بقت القصة أوسع من كده لأن أنت في النهاية المبيعات دي بتمشي تشتغل مع الزول جوا المطعم. يعني أنا مشيت عملت البيتزا مع الناس جوا الفرن حقهم تمام. لكن في النهاية المعلومة المبدئية لازم تكون موجودة معك. فأنت ككاستمر سيرفيس مرات بتشرح للعميل يعني في حاجات ما بيضطر يمشي لبتاع المبيعات وما بتضطر يمشي يتكلم مع زول مثلا من اداره الجوده ولا اداره الانتاج. انت بتشرح له الحاجه دي وتبسط له. فانت بتشرح للعميل المنتجات حقت الشركه بتاعتك ودي انت كده بتكون بتساعد في السيلز مان بدل ما هو يسافر ويتكلم معه. لا انت بتساعد بانك بتشرح وبتساعد في انه يفهم المنتج كيف ويستخدموه كيف لانه الاستخدام نص مرات انت بتشرح للعميل استخدم الحاجه دي كيف. يعني الشخص الاول مش عامل معه السيلز مان ديه دي الناس تانين هو بيتعامل مع ناس تانين المشتريات. الناس اللي بينفذوا يعني حتى هناك في الشركة التانية المندوب بتاع المشتريات ده أو مدير المشتريات العمل العقدي مع بتاع السيلز ده ما هو الشخص اللي بيستخدم الموضوع ده بيستخدمه ناس تانين. فأنت بتقوم بتتعامل مع ناس تانين غير الناس الأوائل اللي تفهم معهم بتاع المبيعات. فأنت بتساعد المبيعات بأنك بتشرح للزبون وبتخليه يشتري أكتر. طيب بتساعد بتاع المبيعات بأنك تحتفظ بالزبون ده وتخليه سعيد عشان يشتري منك أكتر وأكتر. يعني حتى في التارجت حقه بتاع الحاجات اللي بيع انت بتساعده. لو كنت من شاطر بتاع خدمات عملاء شاطر وخليت الزبون ده سعيد وبيشتري اكتر معناه انت بتساعد بتاع المبيعات في الحته دي خلاص. برضو بتساعد في اداره توقعات العميل لانه العميل ده مرات بيكون متوقع انه الحاجه دي بتحصل بصوره مختلفه لانه بتاع السيلز ده مش اتكلم مع بتاع المشتريات خلاص. لكن في حد تاني هنا ما اتكلم معه بتاع المبيعات. يعني مثلا يضرب لك يقول لك يا اخي والله عاوز لي كونتينر بتاع الجبنه الشهر الجاي. نحن عندنا الكلام ده ما بيحصل. نحن في شركتنا الجبنة دي لأنها منتج عنده متصلاحية محددة عندنا حاجة اسمها make to order. يعني لو ما العميل قال لك أنا داري أعمل حاجة ما بتمشي تصنع براك. في صح items بنعمله لأنه السحب بتاعه عالي domestic لما internationally. فالتحديد الناس اللي في الانترناشونال ديل نحن بنعمل لهم حاجة اسمها make to order. طيب من العميل ده يرسل لي الأوردر بتاعه الطلبية حقته عشان بس المصنع يجهزها وتبقى جاهزة للشحن ده لها 3 أسابيع تمام؟ عشان يعملوا عليها التيستات وناس الكواليتي أشورنس يقولوا هاي المنتج ده مطابق للمواصفات ده لها 3 أسابيع. بعد 3 أسابيع ده عشان أنا أشحنها أوصلها جدة عاوز لي 6 أسابيع. دي إذا ما حصلت أي حاجة يعني دي 10 أسابيع. فمن الأول تتكلم العميل وتقول لي يا خصمة الموضوع ده ما بيصلك في شهر أنت عاوز لك أقل حاجة 10 أسابيع لو ما في مشكلة حصلت تمام. فده انت كده بتساعد بتاع المبيعات. طيب في التسويق مثلا قسم ثاني قسم التسويق الماركتينج خلاص. في شركات كثيره الماركتينج والسيلز بيكونوا حاجه واحده. في شركات بيكون الماركتينج والسيلز حاجات مختلفه حسب طبيعه الشركه ونوعها. لكن انت بعلاقتك مع العميل ومع بونستك معه بتاخذ معلومات كثيره جدا عن السوق الحاصل شنو هناك وليه هنا بتبيعوا كثير وبتبيعوا شويه والبضاعه الثانيه المنافسين. انت كميه من المعلومات ممكن تجيبها انت بتوفيرها لناس التسويق. نرجع تاني لقرايتي أنا كزول بتاع بيزنس كزول بتاع اقتصاد. يعني الشخص اللي بيجي تاني من محل تاني آخر جغرافي ما بيفهم الكلام ده ما عارف شنو يعني إنه يتفاهم مع العميل عشان يجيب معلومات بتاعت ماركتينج عشان يديها للقسم بتاع التسويق عشان
الحملة الدعائية بتاعتنا تكون الحياة الدائرة العميل. تمام؟ دي فائدة من إنه بتاع بيزنس يشتغل الشغل ده يعني. عشان كده تكون مور كواليفايد وبتكون يعني بتقدم شغل أحسن من زول جاي من خريج من محلة تانية. طيب ده القسم بتاع التسويق. القسم بتاع الحسابات. أنت ما في النهاية العميل ده عمل تلاوي المنتج بتاعه ورسلته له وعنده فاتورة. طيب ناس الحسابات ديل القسم منهم القسم بتاع الأكاونت ريسيبابل مثلاً. خلاص؟ تتخيل ليش اشتغلتوا مع معاذ يعني كنت اتكلم لكم عن الاكاونت ريسيفبل والاكاونت بيبل والكوليكشنز والكلام زي ده. فالناس اللي بيتعاملوا مع الجانب المديني اللي هم دايرين من الشركات الثانيه خلاص من الاول اتفقنا مع العميل دي انه يا اخي احنا والله دايرين منك دفع مقدم. فالعميل يقوم يرسل في حساب البنك مرات ما بيكتب رغم الاوردر ولا بيقوم يقول جيت بتاع حسابات يقول لك يا اخي اسمع انا استلمت لي 100 الف دولار دي من شركه اسمها الزانبل. القروش دي شنو؟ قمت اقول له ايوه القروش دي بتاعت الاوردر الرقمي كده خلاص اللي قاعده موجوده في السيستم. يقوم بتاع الحسابات دي يخط المبلغ ده مع الفاتوره المعينه اللي هي حتطلع للعميل. في عملاء تتعامل معاهم ببيمنت تيرم خلاص اللي هو ده مثلا بيقول لي يا اخي ادفع لنا بعد 3 شهور ادفع لنا بعد 60 يوم ادفع لنا بعد شهر. فانت بتاع الحسابات ده بقوم بيرجع لك بيقول لك يا اخي اسمع جات فاتوره القصه دي تمت شهر والعميل ده ما دفع الحاصل شنو؟ تقوم تقول له عليك الله بس كده اديني دقيقه. تقوم ترجع له وتقول له يا اخي والله العميل ده الكونتينر دي لسه ما وصلت فعليك الله اديه سماح كده اسبوع لحد ما الكونتينر دي يوصل عشان بعدك نحاسبه. في طريقه بتاع الدفع ثانيه مثلا اسمها ليتر اوف كريديت اللي هي الاعتماد المستند. العميل حسب البروسيس بتاع الليتر اوف كريديت بيمشي البنك بتاعه وبيفتح خطاب الاعتماد خطاب البنك بتاعه بيرسل خطاب الاعتماد للبنك بتاعك. زين بتاع الحسابات تجيه ليتر اوف كريديت طوال يرسل لي يقول لك يا اخي اسمع يا اخي والله جاتنا اعتماد مستندي من شركه الامار في المملكه العربيه السعوديه ده بتاع شنو؟ تقوم طوال ترجع تقول له ايوه المبلغ ده 250 الف دولار لكونتينرين الاوردر بتاعنا رقمه كده. فانت بتكون شغال مع الناس دي بصوره متواصله انت عندك معلومات اكثر منهم بتعرف حياه اكثر منهم فانت بتتواصل مع الحسابات. اداره الجوده مثلا خلاص الكواليتي اشورنس انت كشخص بتاع خدمات عملاء في شركات الانتاج اللي انا بتكلم عنها كنت شغال فيها دي الدور بتاعك ما بينتهي بانك تدخل الاوردر لا بتتابع الاوردر ده لحد ما يتشحن ووصل للعميل وبعد ما يصل للعميل هناك اذا حصلت اي مشكله عند العميل من ناحيه الجوده يعني مثلا نحن الجبنه بتاعتنا دي ما المفروض تكون ملبكه عرفت كلمه ملبكه دي يعني تكون ملصقه مع بعض كده لانه بعدين دي ما بتعمل بيتزا كويسه مفروض تكون يعني مبشورة كده وقاعدة مع بعض زي نشارة الخشب لو شفت نشارة الخشب أنا ما أعرف الشباب الجداد بيعرفوا نشارة الخشب ولا ما بيعرفوها لكن مفروض يكون شكلها كويس يعني. فإذا حصل العميل ده مش لقى القصة دي ملبكة يضرب لنا تلفون ورسل لنا صور. ففي بعض الأشياء نحن بنحلها من عندنا قبل ما تمشي بعيد. في أشياء بعدك أنت قمت تتصل بإدارة الجودة وتقول لنا يا جماعة يا أخي والله جاتنا الصور دي خلاص الحاجة دي وصلت رأيكم شنو؟ فدير ذاتهم نفسهم مرات من الصور بس بيقدر يعرف المشكلة شنو يقول لك مثلا يا أخي والله القصة دي خلاص ما بتنفع عوض الزول ده عن 4 كيسز ولا عوضه عن الكونتينر كلها ويس في حاجات الحل ده كده ما كفاية دير يمشي يعرفوا جزر المشكلة شنو يقوم بيسافر بتاع الجودة ده من محله يمشي محل العميل ويقول ليه كده القصة دي حصلت كيف ورينا اللي حصل شنو عشان احنا من هنا اللي قدام نقدر نعالج المشكلة تمام. فده شغل الشغل بتاع التسعير مثلا التسعير اللي عندنا في القسم حقنا لانه الشركه بتاعتنا شركه ضخمه جدا بتستهلك 9% من انتاج اللبن في امريكا كلها بنبيع جبنه في العالم كله فالتسعير ده قسم مهم جدا عندنا بسموه الاف بي ان اي خلاص. فديل عندهم طبعا انت في الاول كاي شركه تانية اذا ما عايز اتكلم لكم على الموضوع ده التسعير بيبدا بانك اول حاجه تحسب الكوست كويس ناس الكوست اكاونتنج دي للناس اللي بيحسبوا التكلفة بتاعت أي حاجة في الشركة دي. المنتج المعين ده لازم يكون عنده كوست أكاونتنج عشان بعدين انت لما تبيعه ما تبيع بأقل من السعر بتاعك إلا في حاجات معينة ناس التسويق يكونوا داري صاروا أو الشركة عندها استراتيجية معينة في حاجات اسمها استراتيجية الغلغلة واستراتيجية معرفة السوق عندهم استراتيجيات مختلفة ناس التسويق عشان كده مرات بيقوموا يعملوا سعر في فترة محددة أقل من التكلفة. دي حاجات تانية مختلفة لكن بقول لك أنت الرول اوف صم انك ما تبيع اقل من سعر التكلفه بتاعتك لا يحل من الاحوال. فانت بتتفاهم مع العميل ده بتتونس معاه وعلاقتك معاه بقت كويسه بتساله من اسعار المنافسين بهناك
الناس بيشتغلوا بين تيرم. يعني مثلا احنا بدينا انا اشتغلت مع شركه هسه لي 12 سنه تقريبا في القسم بتاع الانترناشونال, بعدها بقيت مزون من الشرق الاوسط. الامريكان دول هنا بالمناسبه ما عندهم علاقه كثيره بالعالم برا, فشركتنا دي شركه قويه ومؤسسه وما محتاجه لزول برا. فكانوا بالنسبه لهم من السعوديه مثلا واليمن حاجه واحده, السعوديه والسودان حاجه واحده. ما عارف انه في ناس عندهم قروش عندهم امكانيات ماديه, عشان كده بقول لك اي عميل مثلا في الشرق الاوسط في الميدل ايست نحن نتعامل معاه الدفع مقدم. ما في حاجه اسمها بيمنت تيرم اللي هو فتره السماح, ما في حاجه اسمها كاش اجينست دوكيومنتس اللي هي الدفع مقابل المستندات, ما في حاجه اسمها ليتر اوف كريدت اللي هي الاعتمادات المستنديه, لا بس الزول يدفع علينا كاش ان ادفانس. فبعدك فهمناهم يعني بمعرفتنا وشغلنا في الميدل ايست وقد انه يا جماعه الدول دي ما حاجه واحده. هو صح كل اسمه الميدل ايست, لكن الدول دي كل جوا فيها حاجات مختلفه, فانت لازم تعمل حاجات مختلفه. من ضمنها الشغل بتاع التسعير ده والشغل بتاع البيمنت تيرم نفسه, انه منو تديه ليتر اوف كريدت اعتماد مستندي, ومنو تديه الدفع مقابل المستندات, ومنو تعمل له كاش ان ادفانس اللي هو الدفع مقدم. فانت بتساعد بالحاجات دي انه يا اخي القصه دي نعملها كيف, انت انه عندك معلومه وعندك احتكاك. صح ناس الشركه عندهم البحوث بتاعتهم عندهم الحاجات اللي بيعملوها, حتى ناس التسويق مثلا بيعتمدوا عليه بحوث خارجيه وبيشتروا بحوث, وفي شركات بتاعت بحوث اساسا موجوده بتعمل القصه دي. لكن في النهايه بتكون عندك حاجه حقيقيه, يكون عندك حاجه حقيقيه. طيب قسم ثاني مثلا تطوير المنتجات. تطوير المنتجات ده لو بس رجعنا, معلش انا بزيد حاجات لانه برضو اشتغلت في السيلز واشتغلت في الماركتنج وكده, ف يعني ندي معلومات زياده طالما انتوا شغلكم انتوا بتاع البزنس. زمان المنتجات دي بدري جدا كان في حاجه اسمها ميك اند سيل. انت عمل لك بضاعه كويسه والبضاعه السمحه بتسوق نفسها, زي ما قال محمد جيب الله كدكي شاعر بتاع الشوايق المعروف ده. ما عارف اذا هنا في شوايق ولا في ناس مهتمين بالتراث موجودين معانا هنا, لكن المهم جيب الله كدكي عنده قصيده بقول فيها البيت قرها وخليها بتعلم وشيها الصر, وحاتك ما بتكون ندمان وبوضعتها سمحي ما بتخسر. فده الكلام اللي بيقولونه هنا فور زمان, انه ميك اند سيل, البضاعه الكويسه دي بتسوق نفسها. هسه الموضوع بقى مختلف تماما, في حاجه اسمها سينس اند ريسبوند. يعني هسه الناس الشغالين في العالم ما في زول بيعمل له منتج ويقول يا اخي والله بضاعتنا دي بريليانت اسمع حاجه في العالم اي زول حيشتريها, لا بيمشوا برا يشوفوا العميل عاوز شنو. السوق ده برا محتاج لشنو. يعني ناس الشركه بتاعت ابل هسي بيمشوا برا بيشوفوا الناس في الدنيا دارين شنو. يعني هسي الساعه بتاعت ابل دي ما عندها علاقه بالساعه الزمان. الساعه الزمان دي زول تضبطها كده بالزنبرك بتاع داك الزنبرك وتشوف الساعه جاد 10 وما عندها شوكتين عاملات شنو. الساعه بتاعت ابل دي هسي معمل طبي حايم خلاص توريك ضربات قلبك, في كميه من الحاجات بقت في الساعه دي بقت مساعة نحن بنعرفها. فده الشغل بتاع السينس اند ريسبوند, بيمشوا برا بيشوفوا الناس دي امنياتهم واحلامهم ذاتها شنو, ويمشوا يحققوا للناس امنياتهم واحلامهم عشان يقدر يبيعوا ينافسوا في العالم. فانت باحتكاكك مع العميل ده بتعرف مثلا الناس اللي بيشتكوا من شنو خلاص, بيحبوا الحياة تكون شكلها كيف, العميل النهائي, انت تكون عندك كميه من المعلومات ممكن تديها لناس تطوير المنتجات دي عشان يقدروا يطوروا منتجاتهم بما يتوافق مع العميل ويقدر يكسبوا كاستمر زياده. كويس, نحن شركتنا ذاتها ما زي ما ناس الايفون دي عندهم ايفون 7 و8 و6 اظن حصل 13 و14, نحن برضو كل سنه او سنتين بالاتفاق مع العملاء بتاعنا بنطور المنتجات حقتنا عشان نعمل حاجه اسرع. طيب القسم بتاع اللوجيستكس والمستندات, اسيكم ملاحظين عندي معرفه كبيره جدا بالموضوع بتاع اللوجيستيك ده اللي هو الامداد والتموين والمستندات. لانه احنا لما جينا في الشركه دي سنه 2010 و2011 القسم بتاعنا ده كان قسم بسيط جدا, القسم بتاع الانترناشونال, والقسم بتاع الشرق الاوسط بالتحديد كان بسيط. فنحن كنا القسم بتاعنا بتاع الكاستمر سيرفيس ده كنا عددنا بسيط والشغل كان متماسك. يعني انت بتبدا من الطلبيه, من الراجل اللي يتصل عليك ويقول لك يا اخي انا والله عاوز لي كونتينر اللي توصل لي سحار مثلا, كويس, من سحار في سلطنه عمان. ف تدخل الاوردر في السيستم وتتابع مع ناس المصنع لحد ما يعملوه خلاص, وبعد ذاك تشوف تعمل اتفاق مع الشركه بتاعت الترك دي اللي هم الشاحنات عشان يشيلوا الكونتينر دي يمشي يجيبوها من المينا يجيبوها عندكم دخلوا فيها المنتج ويمشي يرجعوها المينا تاني. تعمل اتفاق مع الشركه الشاحنه ذات الناس اللي عندهم سفن
ناس CMA CMS GMA وناس MSC والشركات دي. خلاص اتفقت معاهم عملوا البوكينج للشحنة دي. مشيت استلمت منه الكونتينر, تتفق مع بتاع الترك اللي هو الزول بتاع الشحنة ده يمشي يشيل منه الكونتينر دي من المينا, يجيب عندك المصنع يعبوا فيها المنتج يركبوها في السفينة لحد ما تصل للعميل. خلاص انت برضك نفس الشخص اللي بتعمل كل المستندات المطلوبة للتصدير. خلاص الشغل بتاع السيرتيفيكيت اوف اوريجين, شهادة المنشأ, الشغل بتاع الباكينج ليست, كل الاشياء تكون انت عندك فيها, عندك فيها شغل انت اللي بتعمله وتمضى على الورق ده وتوقعه وبعد ذلك ترسله. اذا كان في شغل بتاع بنك اللي هو اعتماد مستندي او دفع مقابل المستندات, انت اللي بتتفاهم مع البنك. فالحاجات دي كلها كنا احنا بنعملها, لكن هسه الشغل لانه بيجي كبير ويتوسع فبيجي عندنا ادارات مختلفه. يعني قسم ده تقسم لي كم قسم, يعني هسه بيجي عندنا قسم باسمه قسم الترافيك, دي الناس مختصين بس بانهم يوصلوا المنتج ده للمحل اللي انت دايره. يعني انت دخلت الاوردر في النظام عندك في السيستم, قلت يا اخي احنا والله عاوزين لنا 5 كونتينرات خلاص يصلوا ميناء جبل علي, انت بتدخل الكلام ده في السيستم. الناس يعني الطرف ده طوالي بياخدوا المعلومه دي من اس اي بي, عندهم محل بيخش فيها هم بيقول ايوه والله عندنا 5 كونتينرات بتكون جاهزه يوم 15/3 عشان تصل لجبل علي, متوقعين انها تصل هناك يوم 1/6. هم طوالي بعد يبدا الشغل بتاعهم, يمشي يشوفوا الشركه بتاعت شاحنات ويشوفوا الشركه اللي هيعملوا معاها البوكينج للكونتينر ده, يحجزوا الكونتينر حقتهم عشان يوصلوها جبل علي. ده بقى ما شغلك انت, لكن انت شغلك قريب جدا معاهم, بيتواصلوا معك بيقول لك يا اخي اسمع اها الراجل ده مثلا احنا والله ما لقينا بوكينج بيصل يوم 1/6, بيصل مثلا يوم 25/5. افضل ليكون الناس دي ممكن يشيلوا ابدل ولا هم لا يعني فيري ستريكت في التايم حقهم. خلاص اذا حصلت اي مشكله في المحله دي بدوك راجعين انتوا, اذا قدرت اتاكدوا من معلومات العميل انه يا اخي والله العميل ده مثلا الاسم ده هنا ظهر لنا غلط, هل هو الامار ولا العمار ولا يعني انت في النهايه تكون شغال مع الناس دي كونتاكت بصوره متواصله. طيب ده بالنسبه للوجيستكس والمستندات, اداره الانتاج مثلا تمام, لانه ديال الناس اللي انت تشتغل معهم بصوره متواصله في شركه بتاعت صناعات زي ما عندي انا مثلا هنا في لبرين, ولا الشركه اللي قبلها اللي اسمها نورجرين, ديل انت بتجيك الطلبيه بتدخل الطلبيه دي في السيستم انه يا جماعه احنا والله عاوزين لنا كونتينر بتاع الجبنه, حاول بتاع الجبنه حتجهز بعد 3 اسابيع. يقوم ناس انتاج يرجعوا لي يقول لك يا اخي والله تعرف احنا المصنع بتاعنا مزحوم ما بنقدر نطلع لك في 3 اسابيع, رايك شنو؟ ترجع العميد تتكلم يقول لي يا اخي عليك الله بس اديني اسبوع زياده نعمل في 4 اسابيع تمام. او بعد ما يعملوا الانتاج يجوا الناس الكواليتي اشورنس يقول لهم يا جماعه والله المنتج حقكم ده فيه حاجات فارقه, لان هم في النهايه ناس الكواليتي اشورنس بيقول لك مثلا والله نسبه الرطوبه تكون كده, نسبه الملح تكون كده, نسبه كده تكون كده. اذا له الحاجات دي ما زي ما هم عاوزينها ما بطلعوا بره المصنع, لانه بعدين بيمشي يؤدي فانكشن مختلف ما بدي نفس النتيجه اللي عاوزها العميل. فبيرجعوا لك انت تمشي للكاستمر تقول له يا اخي والله يا اخي معليش ما حنقدر نطلع لك البضاعه دي في الزمن المناسب, حنطلع لك في كده, وتعتذر وتقول له معليش ومسح لي في وشي والكلام ده كله. طيب اخر حاجه اسمها الكاستمر سيت اب, وطبعا ده كله شغل عنده علاقه بالشغل بتاع الديجيتايزيشن ديه, الدنيا كلها بقت ماشيه في الموضوع بتاع الديجيتال ديه. فالشركه اي عميل لازم يكون عنده معلومات موجوده, يدخلوا لك اسم العميل والعنوان بتاعه وطريقه الدفع وكل الاشياء دي موجوده, عشان انت بعد لما تيجي تدخل الاوردر في السيستم بتدخل رقم بس 1952, الرقم ده بتاع بيتزا هات في مصر مثلا. اول ما دخلت 1951 ديه طوال المعلومات بتيجي نازلة, ما بتدخل معلومات تانية زيادة. لكن من الأول عشان المعلومات دي تدخل أنت اللي بتكون عندك المعلومات دي من الأول, بتديهم اسم العميل لمنه والمحاسب حقه من الكلام بتدخل في الشركة في السيستم, لأنه بعدين بتاع الحسابات ما كل مرة بيجي زي بيقول لك يا أخي والله العميل الفلاني ده يتأخر في الفاتورة أنا داير أتصل بهم أتصل بمنه, لا المعلومات دي موجودة عندي في السيستم. بعد ذاك لو مثلا الزول ده خلى الشغل ولا كده, أنت اللي بتسأل الناس اللي بيتظهر في مصر تقول لهم يا جماعة اعملوا لي أبديت لأنه رسلنا ايميل, الايميل ده جانا رايح خاص شنو. فانت الكاستمر سيت اب ده المعلومات الاساسيه كلها اللي بيدخلوها في السيستم بتديها لهم انت. طبعا في ناس ثانيين بيدخلوا, يعني مثلا ناس السيلز مع ناس الحسابات هم اللي بيتفقوا انه يا اخي والله السعر بتاع الكاستمر المعين ده سعره كده. فانت لما تدخل الاوردر بتكون مبدئيا عارف انه السعر حيطلع كم, اذا السعر طلع مختلف النت فاليو في النهايه بعدك بترجع للناس السيت اب وترجع للناس الحسابات وترجع للناس السيلز. خلاص فالمهم الكاستمر سيت اب ده الشغل انت المفروض تكون بتقدم به خدمه لناس الماستر كاستمر اللي هم بيعملوا كلام ده. طيب سؤال قبل ما نمشي المحور الثالث.
هو ما في سؤال، لكن في الشيخ رافع يده. الشيخ دكتور دار بريك، تفضل يا شيخ. الشيخ عمل أم ميوت ولا عمل أم ميوت يا شباب؟ ممكن تتفضل. الشيخ طيب ممكن نواصل يا أستاذ، لأنه ما تقريبا شكله ما سامع. أوكي، المهم في أي دقيقة يا شيخ لو عاوز الميكروفون بتاعك يشتغل عايز تسأل طوالي يخش في السؤال حقك، أنا ممكن أجيبه وبعد ذلك نسمع سؤالك ونرجع مرة ثانية. طيب نجي للدور الثالث اللي هو دور خدمة العملاء في المؤسسات. طبعا انتوا كان البزنس اقتصاد بتعرفوا لما نقول مؤسسه ده اللي هي حاجه شامله، سواء كان شركه او اي نوع ثاني من انواع المؤسسات بتاعت البزنس. طيب دي نحن دايرين نعرف بعد ده الموظف ده بيعمل شنو. انت كخدمات عملاء لو مشيت مثلا قدمت لشركه قال لك عندنا شغل بتاع خدمات عملاء، انت الشغل ده تعمل شنو؟ الحاجه اللي نقول ان الشركات مختلفه في قطاعات مختلفه في اتجاهات مختلفه، الدور بتاع خدمات العملاء ده بيختلف اختلاف كبير جدا من شركه لشركه من مكان لمكان من دوله لدوله، خلاص. لكن انا بعكس الحاجه اللي انا عملتها، يعني الكلام ده كله من واقع تجربه عمليه، يعني زي كان انا بشتغل سي بي كيس ستدي، تمام. دي الحاجات اللي انا عملتها من خلال شغلي انا في مجال خدمات العملاء في السنوات الفاتت. طيب نبدا من الاول. اول حاجه وبالنسبه لي انا دي مهمه جدا، عكس رؤيه واستراتيجيات الشركه. قبل الكلام ده بس ده نقول انه خدمات العملاء ده كده باختصار انت الشخص اللي بتكون بتتعامل مع العملاء بتاع الشركه نيابه عن الشركه، انت نقطه الاتصال بين العملاء الخارجيين ديل وبين الشركه. والاتصال ده ممكن يتم باي حاجه، ممكن يكون بالتليفون، ممكن يكون بايميل، ممكن يكون بفاكس، ممكن يكون باي صوره من الصور. فانت او الانترنت مثلا، بس الان صفحات الانترنت انت ممكن تمشي تعمل طلب في الانترنت لشركة معينة، الطلب ده بيستلمه شخص هناك بيسموه خدمات العملاء، بيعمل بروسيس للطلب بتاعك انت. طيب يبقى معناها انت باختصار كده انت نقطة التواصل بين الشركة المعينة او المؤسسة المعينة والعميل اللي هو عاوز خدمة او عاوز منتج من الشركة. طيب بالإضافة للكلام ده، دور الموظف بتاع خدمات العملاء قلنا نبدأ من الأول حسب التعريف حقي اللي انا قلته زمان، انه بيعكس رؤية واستراتيجيات الشركة. ده اول حاجة، انت لازم تكون فاهم كويس جدا الشركه بتاعتك شغاله شنو عشان تقدر توصي للرؤيه بتاعتها للناس الخارجين. وده تاني هي رجعنا لاهميه الاختيار بتاع موظف خدمات العملاء من الاول، وانه ما يكون شخص نارو مايندد، لان زي ما شفنا خدمات العملاء ده لاعب النص، يعني انت زي كانك حمد ولا الديبه، معلش كمان اتكلم باسماء قديمه كده، كده اقرب زول ممكن يكون هيثم مصطفى مثلا، لاعب النص الحريف اللي بيربط الدفاع مع الهجوم مع الأطراف مع كده. فأنت بتكون قاعد في النص كده بتدير الحاجات دي كلها مع بعض، بتشبك حاجات الشركة مع بعض، عشان أنت أكتر زول مفروض تكون فاهم خدمات العملاء شنو، وفاهم منتجات الشركة، وفاهم تقدر تصل لشنو. طيب الحاجة الثانية، أنت مفروض تكون عارف منتجاتك بحيث أن بسط المعلومات للعميل دي. في حاجات تكنيكال ما كل الناس القاعدين انت هتتفاهم معهم ديل بيفهموا لك الحاجات، يعني مثلا اذا زول من الناس الموظفين العملاء مثلا بتاع زين ضرب لك، انت قاعد في الكول سنتر بتاع زين، ما في ناس بيعرفوا لك الكيلو بايت، ما في داعي تخش في تعقيدات زي دي. مرات يكون الشخص ده شخص بسيط جدا، التليفون ده بالنسبه له عنده عباره عن ضراب، عنده محل بدوسه يتكلم، عنده محل بدوسه بيقفلها. فانت ما بتقدر تخش له في شغل تكنيكال شديد لانه بتروحه وحيزهق منك. فانت لازم تقدر تفهم المعلومات بتاعت الشركة كلها وبعد ذلك توديها للعميل بصورة بسيطة. طيب من الحاجات الأساسية جدا إنك بترد على أسئلة العميل وعلى استفساراتهم وعلى حاجاتهم، ده من صميم عملك، لأن أنت قاعد هنا عشان تخدم العملاء. من صميم عملك في الشركات بتاعت الإنتاج إنك تستلم طلبات العميل. العميل ده بيرسل لك أوردر يا عن طريق فاكس يا عن طريق إيميل، ولا ضرب لك تلفون بيقول لك يا أخي والله عاوز كده كده كده.
فانت بتمسك الاوردر ده وتنفذه وبعدها تتابع ان العميل بيرجع لك هل حاجه دي شحنت ما شحنت وصلت ولا ما وصلت الانترنت جه ولا ما جه قطع ولا انت بتكون عندك المعلومات دي وجاهز عندك في السيستم خلاص وبترد على العميل وبتعمل الحاجات دي بصوره احترافيه زي ما هنمشي عليها بعد شويه. طيب يبقى معناها من صميم اعمالك انك تستلم الطلبيات حقت العمال وتنفذها. حاجه مهمه ثانيه انك زي ما قلنا انت الواجهه بتاعت الشركه فانت لازم الدور ده تقوم به بصوره رئيسيه تتعامل مع الناس بصوره كويسه تتكلم معهم بصوره كويسه فيها لباقه فيها دبلوماسيه توصل الاخبار السعيده والاخبار السيئه لان انت في النهايه زي ما قلنا الناس الانتاج قال لك يا اخي والله الشحن الهيدي كلها باظه الانتاج الجديد ده كله حصل حاجه خلاص مثلا نحن في مجال المواد الغذائيه اذا في اي باثجين يعني اي حاجه منه عن التلوث النازل حسوا بانه في تلوث 0.005 طوال بيلغوا الشحنه كلها لانه ما بيستحملوا يودوا حاجه بتاعت مواد غذائيه برا يتسمم بها زول والله يمرض دي بتقفل الشركه كلها. فانت لازم تقدر توصل المعلومه السيئه للعميل خلي حاجه ما في يدك انت كله خلاص. يعني مثلا احنا قبل فتره يمكن قبل 5 أو 6 سنوات الميناء بتاع اوكلاند في غرب امريكا هنا في كاليفورنيا ده الميناء الرئيسي بتاعنا لانه احنا جنب في كاليفورنيا عندنا 3 مصانع فمن الـ من الـ من المواني الرئيسيه اللي بنستخدمها الميناء بتاع اوكلاند العمال بتاع الميناء اضربوا عندهم عقد مع الشركه بتاعت المواني وعندهم طلبات فقاموا اضربوا القصه دي عملت لنا مشكله كبيره جدا ما قادرين نشحن المنتجات حقتنا والحاجه اللي كان بتمشي في 6 أسابيع كنت تاخذ 11 اسبوع لدرجه انه اضطرينا نودي بضاعه بالجو نشحن كونتينر كامل في طيارة ضعفت لنا أسعارنا 10 أضعاف لكن نتحمل إحنا في النهاية لأنه إحنا مفروض نوصل المنتج ده للعميل في وقت محدد حسب اتفاقنا معه. فأنت لازم توصل له الأخبار السيئة برضو يا أخي والله معلش المنتج حق ده ما يصل لأنه في مشكلة حصلت سواء كان إضراب سواء كان جات عاصفة الغراس هنا قبضوا السفينة دي المهم بيكون في مرات أخبار مو كويسة أنت لازم تقدر توصلها للعميل بصورة دبلوماسية. طيب حل مشاكل العملاء الشغل ده فيه كمية من المشاكل يعني ما انت بتشتغلك في محل الشغل بيكون ماشي كده سموز للآخر لا يتوقع انه حتحصل مشاكل المشاكل دي قد تكون سبب انت فيها لانه انت في النهاية بني آدم والبني آدم لازم يخطأ مش كده كل بني آدم خطأ وبنغلط كلنا مهما كنت انت دقيق نحن في النهاية حنتكلم عن المهارات المطلوبة الاكيوريسي دي حاجة أساسية في موظف خدمات العملاء لكن في النهاية بتغلط انت بيغلط شخص تاني حاجة ما عندكم بيها علاقة كله بسموها الميجر فورسز خلاص انت لازم تشوف المشكله دي حصلت وين واثرت على العميل كيف وتحاول تحلها يا اما من عندك انت او انت كشخص موجود في الشركه بتعرف توصل الممنوع عشان يحلها للعميل فالعميل بيضرب لك بمشكله الناس بتاع الخدمات مثلا زي ما كنت شغال في ديش نتورك بقول لك يا اخي والله الانترنت ما سوري القناه الفلانيه ما شغاله وانت بتعمل ترابل شوتينج خلاص تشوف هالقصة دي من الريسيفر تشوف من الكهرباء مرات بيكون في حاجات كده يعني بسيطة انت تضحك الكلام ممكن يكون ما يحصل يعني خلاص واحد ربنا يقول لك يا اخي والله الغناء بتاعتي الصوت بتاعه ما ظاهر هم يكون عامل ميوت في الريموت كنترول حقه خلاص انت بتقول لي يا اخي كده انت عامل ميوت بقول لك كده اقفل التلفزيون وافتحه وفي بتاع حمراء كده دوسه عشان بس تاكد انه هو ما عامل ميوت فمرات بيقول لك هاي والله اشتغلت هم يكون بس عامل ميوت والزول يعني بيحضر له في مباراة بتاعت كرة قدم كويس في أمريكا إن كرة القدم دي حاجة موت أحمر يعني ممكن فعلا يدوس ميوت وبالمنفعل مع القصة دي وما يشوف ذاته إنه عامل ميوت في الريموت كنترول حقه فأنت لازم تقدر تجرب كل الحاجات اللي ممكن تعملها قبل ما توسع الموضوع أكبر وترسل لك شخص عشان يمشي البيت بتاع الزول ده عشان يشوف هل في مشكلة في التوصيلات ولا ما في مشكلة فالمهم أنت في النهاية بتجيك مشكلة أنت لازم تحلها أنت المسؤول من الموضوع ده طيب 7 أو 6 حاجات تقديم المشورة للعملاء في المجالات المختلفة لمساعدتهم زي ما قلنا قبل الترزي ذاك أول ما تمتام الدور وعملت طوال تقول لي يا أخي الشباب عليك الله شيل القماش حقك ده لأنه أنا كان عملت لك القصة دي متنبس ليها طفل عمره 2 شهر أنت لازم تجيب لي 1.25 متر ولا المهم حسب خبرتك أنت في الشغل يعني فأنت بتقدم للعميل المشورة لأنه أنت عارف حاجات أكتر منه خلاص عارف ان الحاجه دي بتشتغل ولا ما بتشتغل بتصل ولا ما بتصل بتتعامل ولا ما بتتعامل
فمن الأول أنت بتنصح بتقول لي يا أخي والله أنا بنصحك بأنك تعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، والحاجات دي هتخدمك في النهاية. يعني أنت إذا كنت صادق وأديته معلومة حقيقية ونفعته، الراجل ده ممكن يكون مرتبط بالشركة أكتر من الأول. يعني حتى لدرجة أنت مرات يعني مثلا في عميل بيقول لي دايرين حاجة، الحاجة دي ما عندنا، بقول لي يا أخي والله الحاجة دي ما عندي أنا خلاص، لكن أمشي للشركة الفلانية، شوف أنا وديته لجهة ثانية تكون منافسة لي. لكن لأنه تكلمت معه بأمانة ممكن الزول ده خلاص يقول يا أخي الراجل صادق وما قاعد يكذب ومبيع لي كلام ساكت في الهواء، فأنا بعدها هعتمد عليه، هشتري منه أول لو داري حاجة بيجي للزول ده لأنه راجل صادق. إذا عنده بالدنيا لا ما عنده بوريني أمشي وين. طيب، حاجة من أساسيات الشغل المحافظة على العملاء. انت لازم تجتهد اجتهاد كبير جدا جدا في انك تحافظ على العملاء. نحن ناس بتاعين بيزنس، يمكن انتوا تكونوا في الدراسه بتاعتكم ادوكم التكلفه بتاعت العميل الجديد والتكلفه بتاعت المحافظه على العميل، ما في مقارنه. لانه السيلز مان ده عشان يمشي يسافر ويتكلم معاه وبالتلفونات ويعملوا تيستات ويرسلوا له سامبل، ده موضوع كبير جدا وتكلفه وزمن، وفي الاول ادوه ديسكاونت، يعني شغلانيه طويله لحد ما يبقى عميل. فانت تفقده بالسهوله دي تكلفة عالية جدا للشركة. وانت من اولى اولوياتك وانت كزول خريج اقتصاد وبزنس بقيت فاهم الكلام ده من الاول درسوك ليه، انت بتحاول تحافظ على العميل ده. طيب، مساعدة الاقسام الاخرى زي التسويق والمبيعات والحسابات تحصيل الديون وشؤون الموظفين تطوير، ده كلام قلناه قبل شوية. طيب، وبرضو انت بكون عندك شغل مع باقي الاقسام الثانية، يعني تقدم خدمات للاقسام الثانية وتساعدهم يتعامل معهم. انت برضو كزول بتاع بيزنس اقتصاد بتفهم في الحاجه بتاعت جمع المعلومات بتاعت البيزنس. انتوا هسه في الكميه لازم كميه من الحاجات في القصه دي، يعني في ال 13 يوم اللي هتاخدوها دي في الكورس ده بتتكلم عن قصه بتاع جمع المعلومات وتحليل وكده، فيمكن في لكشر جاي يمكن في الايام الجايه دي. فانت بتكون النقطه الاولى بتاعت جمع المعلومات وتحليلها. دي زي 11 حاجه كده، دي من الادوار بتاعت خدمات العملاء، وبنركز عليه انه انت لازم تكون شخص لبق وعندك مقدره ومعرفه بالتعامل مع الناس، تتواصل مع الناس بصوره جيده، تكون شخص امين. حقيقة الحاجات دي في مهارات المطلوبه، لكن زي ما شفنا هسي انه الدور بتاع خدمات العملاء ده دور كبير جدا ومهم جدا وحيوي في الشركه. فحسب الشركات، في شركات بيهتم بالموضوع بتاع خدمات العملاء ده، في شركات ما بتهتم به وحسب شغلها وحسب حاجاتها. المهم في أمريكا خدمات العملاء دي حاجة كبيرة جدا. سؤال، أي سؤال؟ ما في سؤال. طيب يا شباب، ناخد 6 دقائق بريك. الساعة عندنا 10:45 بالصباح، بتكون أظن عندكم 8 وشوية بالصباح، 6:30 بعدين 7 وكون 7 إلا يمكن ولا 8 إلا، عندكم 8 إلا هسي الساعة 8 إلا 6 دقائق، فممكن بالزبط. نرجع 8 بالضبط. 8 بالضبط، خلاص يا شباب اتفقنا؟ أوكي، 6 دقائق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طيب يا أستاذ، قبل ما نبدأ في سؤال في السكشن الخاص، بسأل السمو بسأل إنه كيف تبني ثقة العميل لمنتجاتك، وكيف تحافظ على العميل من منافسة العملاء من المنافسة الأخرى يعني. طيب ده سؤال كويس جدا، زي ما نقول ده سؤال المليون، فالمليون دولار. بناء ثقة العميل ده بيتم أول حاجة بالصدق، وهيش لها نتكلم عن ثقة طوالي مربوطة بالمصداقية. فأنت لو ما كنت صادق مع العميل بتاعك وكنت معه أبفرنت زي ما بقوله، يعني الفيك بتدربه أول بأول، إذا في أي مشكلة تكلمه بيها، ما في داعي للدسدسة والكذب والكلام زي ده. أول ما يبدأ الموضوع فيه كذب وغش وعدم وضوح، طوال الثقة هنا بتتزعزع، فأنت ما تخلي الحاجة دي تحصل. عرفت إنه في مشكلة هتحصل قبل ما تصل، يعني مثلا عرفت إنه الشحن حاجة دي هتتأخر. نحن عندنا هنا مثلا إذا مثلا جاية عاصفة ثلجية، مثلا نتكلم عن الشركة مثلا بتاعت الاتصالات بتاعت الإنترنت، خلاص فبيقوم بيقول لك يا خصم العاصفة دي هتقع في الحتة الفلانية، المنطقة المحددة دي يتوقع إنه الإرسال بتاع الإنترنت ما يكون مستقر. ده من الأول بيكلموك خلاص عشان تستعيد يجهزوك يعني. خلاص بعد ما تحصل المشكلة وفعلا يكون في حاجة ما يقدروا يعني يمنعوها من الحدوث، بيرسل لك أبديت في التلفون حقك، يقول لك يا خصمع والله إحنا هسي عندنا الحتة الفلانية فيها برج وقع بسبب العاصفة، والإصلاح بتاعه بياخد 72 ساعة. يعني من الأول بيكونوا واضحين معك، ما بغش يقول لك عليك إلا كده أصبر شوية وانتظر لينا، وما في غش. الناس الواضحين وصريحين، لأنه عارفين أنت القصة دي معتمدة على حاجات تانية. عند نفسك قاعد في البيت شغال، خلاص أنا شغال بالإنترنت، إذا في مشكلة هتحصل والناس ما كلموني بيها، أنا بعد ذلك أبدأ أضرب تلفونات لناس دعاء ولناس دكتورة نعمة، يا جماعة والله ما عارف أخش، والقصة اللي تجي الكلام ده هنا ما بيبقى. لازم تكون عندك خدمة ريلايبل يمكن الاعتماد عليها، ودي الحاجة الأولى، إنك تكون صادق وأبفرنت، والحاجات اللي عندك تكلم بها العميل، تكون فيري فرانك معه عشان تكسب ثقته. أنا قبل قلتها لو العميل سألك من حاجة، يعني مثلا جاء قال لك يا أخي أنا والله شغال في شركة مثلا مع ناس دالي، أنت قول لك يا أخي أنا والله دار لي عربية كويس، العربية دار باشو، قول لك يا أخي أنا والله قاعد أمشي الاشتمالية كتير، شغال في محل الذهب، وطيب بتمشي وين؟ المحل فيها شوارع زلط، ما فيها شوارع محفرة، تقول لي يا أبو الشباب يا أخي والله أقول لك حاجة، نحن العرباتنا اللي عندنا دي ما بتنفع معك، أنت أحسن تمشي تشتري ليك عربية لاند كروزر بيك اب، السعة بتاعت الليستيك بتاعها 17 بوصة، ولأن أنت كده. فأنت يعني ما تقوم تبيع له عربية هي خلاص مفروض تكون حايمة في الزلط، تقول لي بتاعدها مشي بها الخلا هناك في محل التعدين، ما بتنفع القصة كده، ما بتبقى حبل الكذب بيصير بسوق العربية دي بيصل بها هناك بيكسر الركبة بيجي شاكلك بكرة. فأنت لازم تكون دول عندك أخلاق عالية وصادق وأمين عشان تكسب الثقة. التراست دي عندها ارتباط مباشر مع الصدق. طيب كيف تحفظ العملاء بتاعك من المنافسين؟ خدمات العملاء عندهم دور في انك انت تكون صادق وامين وتقدم خدمه جيده وكده. في ناس المنتجات ما تكون كويسه كويس، لكن بس يعني استقمع العميل ده لانه بيلقوا خدمه ممتازه بيضرب بيردوا عليه. يعني هسي انا متاكد مثلا القصه بتاعت بنك بديه في السودان، انا يعني بمشي بسمع تجارب الناس وخبراتهم وكده، بقول لك يا اخي بنك الخرطوم ده اسوء بنك في خدمات العملاء. أنا ما عندي مشكلة مع أي بنك، يعني ما أدري أقوم أسوق لبنك تاني، ولا عندي مشكلة مع بنك الخرطوم. فإذا في أي تطبيق تاني بحسب الكلام اللي أنا بسمعه دي إنه ما في خدمات ممتازة، الناس حتمشي له إذا لقيت فيه نفس الميزة. خلاص ليه؟ لأنه ما عندهم خدمات ممتازة. بقول لك عشان تمشي زول يتكلم معك ما في، الناس مثلا بيشتكوا من شركات اتصالات يقول لك طرب زول يرد عليك ما في، والناس بيتعاملوا معك بسخافة وسغالة وكده. خدمات العملاء عندهم دور في المحافظة على المنتج على العميل، لكن في النهاية في حاجة تانية مهمة، من العميل ده عاوز فائدة من وراء المنتج ده. خلاص إذا كان المنتج ده سواء كان عربية ولا أكل ولا أي حاجة ما عمل له ساتسفاكشن، ما حيجي بأي حال من الأحوال. فالقصة معناها يبقى معناها الموضوع إنه مدى رضا العميل من المنتج نفسه،
دي جهة، والحاجة الثانية مضار إمضاء العميل من الخدمة. فأنت طالما منتجك منافس وخدمات العملاء بتاعتك كويسة، عندك احتمال أكبر إنك تحتفظ بالعميل ده من المنافسين. وهيس نحن عندنا rule of thumb في القسم بتاع المبيعات من التدريبات اللي أخذناها، بقول لك ما تدي العميل ده أي فرصة يدخل. أنت كسبت لك عميل، ما تدي منافس فرصة يخش بينك وبينه، لأنه ممكن العميل ده يكون عنده منتج أحسن منك، ولأنه الكاستمر حقك ده ما جربه وهو خلاص مقتنع بحاجاتك ومستمتع بيها، ما ده يمشي يجرب حاجة تانية. لكن ونسي أنه حجرب حاجة تانية ممكن يلقى أحسن من حاجتك وما يجيك راجع مرة تانية. فبقول لك أنت أصلا ما تفتح للباب. عشان كده هنا مثلا في القسم بتاع اللويالتي كنت شغال فيه وانا ده، عشان ما يخلوا العميل ده يمشي يجرب حاجه تانية، ما دار يطلع برنا منها. ما قصه تكلفه بس، قصه انه ممكن يزور الثاني يكون عنده منتج احسن مننا وباسعار افضل منه، ممكن يكون عنده خدمات عملاء احسن مننا، وما بتفتح له الباب من الاول عشان يخش. فانت بتغنى عن الناس الموجودين معاك بانك تطور منتجك وبانك تكسب صيغتهم عن طريق الدور بتاع خدمات العملاء. ان شاء الله اكون قدرت اجاوب. إذا الإجابة ما كانت كافية أدوني أدوني خبر. أي سؤال تاني يا شباب؟ في سؤال تاني في الشات بوكس أنا ممكن أقرأه بعد شوية. طيب يعني واصل نمشي المحور الرابع. طيب المحور الرابع، جينا للحتة بتاعت المهارات المطلوبة في موظف خدمات العملاء. الكلام اللي قلنا ده كلام كتير جدا ومعقد، وعشان انت تقوم الدور ده بالوجه الاكمل لازم يكون عندك مهارات كثيره جدا. المهارات دي في جزء منها اكاديمي، نتكلم عن الشهادات، وفي جزء منها شخصي، وفي جزء منها فني. الحاجات الاكاديميه دي في طلبات في شغل معين، يعني حتى عندك كاستمر سيرفيس مثلا، الشركات مثلا بتاعت العربات لو مشيتوا للديلرز الكلام ده موجود في السودان، يعني دار تودي العربيه حقتك بيقابلك شخصي برا بشايل لي ورقة وكراس بكتب فيها معلومات عن العربية وآخر مرة غير الزيت 200 وكده. ديل في الغالب يكونوا مهندسين، لاحظ ده خدمات عملاء لكن مهندس، لأنه الشغل اللي عاوز يشتغل به في العميل ده داير يزول عنده معرفة فنية خلاص. فمرات هنا بيطلبوا شهادة يقول لك إن عاوزين موظف بتاع خدمات عملاء أو موظف استقبال يكون خريج هندسة ميكانيكية. ففي شركات بتطلب إنه يا أخي الموظف حقنا ده يكون عنده شهادة أكاديمية تخصص معين، لكن في النهاية الشغل العام بتاع كاستمر سيرفيس الناس اللي بيكونوا الممكن ينجز فيه إنجاز عالي جدا اللي هم دي الناس البيزنس والاقتصاد، لأنه زي ما أنت شايف أنت تدرس كمية من الحاجات، عندها علاقة بالتسعير، عندها علاقة بالمبيعات، عندها علاقة بالتسويق، عندها علاقة بالليتشار شؤون الموظفين، يعني في كمية من الحاجات أنت بتقرأ، عندها علاقة بالسايكولوجي كده، عندك علاقة بالقانون بالبزنس لو. فانت في كمية من الحاجات بتكون عارفة أفرن، فدي بيساعدك انت بعدين في انك تنجز المهمة دي. لكن anyway الشهادات المطلوبة، انت بتشوف الوظيفة بقول لك يا اخي والله احنا عاوزين حد ادنى بكلاريوس بتاع ادارة اعمال، مرات بقول لك احنا عاوزين زول خريج شهادة سودانية، احنا بعد ذلك بندربه بنتمل الباقي نحن شهادات الاكاديمية دارينها بس شهادة سودانية، فيكم معناها في شهادات اكاديمية. نحن عندنا في الشركة بتاعتنا بالذات في القسم بتاع الانترناشونال، بعدها بتقوم تشوف الشهادات اللي عندها علاقه بالانترناشونال تريد، الشغل بتاع النافتا، يعني في كميه من الحاجات جوا انت بتدرسها خلاص كشهادات بتجيبها من برا بتضيفها للشغل حقك انت، عشان تقدر تاهل نفسك وتمشي لقدام في الموضوع بتاع الكاستمر سيرفيس ده خلاص. بالاضافه قلنا اللي هو شغل الجامعه ده، بعدها في شهادات مهنيه اضافيه اذا كان عندها علاقه بالناشونال تريد، عندها علاقة بالبيمين تيرمز اللي هي شروط الدفع خلاص. في حاجات زي دي انت بتقوم تقراها عشان تعمل مؤهلات أكاديمية زيادة، وده حسب المجال اللي انت شغال فيه وحسب الشركة اللي انت شغال فيها. بالإضافة طبعا للتدريب الداخلي خلاص، يعني مثلا في الشركة بتاعت ديش نتورك لما كنا شغالين مشينا القصة بتاعت الطباعة العادية دي، الطباعة في الكمبيوتر، فأخذنا شهادة الطباعة، لأنه في النهاية نحن لقينا بنكتب أكثر من 45 كلمة في الدقيقة و50 كلمة و60 كلمة بالتدريب، فبتمشي تأخذ شهادة الطباعة إنك زي الناس الزمان في حاجة اسمها سكرتارية وآلة كاتبة وسكرتارية وآلة حاسبة، كان بتخصص في السودان يعني من بدري. فدي حاجة تانية، شهادات أكاديمية تأخذ في حاجة اسمها تنكيز
ده اللي هي شغل بتاع الكالكوليتر الواحد ده، في شهاده اسمها تينكيز، ان الزول بيشتغل بالكالكوليتر من غير ما العين، زي قصه الطباعة من غير ما العين. لانه في الشغل بتاع الكول سنتر بيحسبوا لك الزمن، بيقول لك انت مفروض تاخد في المتوسط دقيقتين مع العميل. ليه؟ لانه كميه الاتصالات كبيره جدا جدا، وانت اذا بتاخد لك 10 دقائق مع العميل معناه في 8 ساعات حقتك دي هتاخد عدد اقل من الاتصالات، واذا اخذت عدد اقل من الاتصالات معناه هم بيضطروا يعينوا ناس اكثر. فعشان كده هم من الاول بيدربوك انك تكون سريع جدا في الطباعه، ما عشان خاطر عيونك، عشان تقلل عليهم المصروفات، عشان ما يعينوا شخص زياده، وبرضو عشان تشتغل مع العميل بسرعه، ما تقول لي انتظر لي عليك الله كده خليني اكتب، لانه انت بتكتب العميل تتصل لشنو ومشكلته شنو وتحلت كيف، وانت عم وتكتب اسمك عشان لو جه ضرب بكره وانت اشتغلت في حاجه وما لقاك انت، لانه الكول سنتر ده بيكون موجود في محلات كثيره جدا، في اكثر من كول سنتر، في عملاء كثيرين. يعني الراجل ده بيتصل على الرقم 1-800 نمبر ده ولا الرقم بتاع الكاستمر سيرفيس، اي شخص موجود بيستلم المكالمه. فانت بتكتب انه يا اخي والله اللي اتصل علينا عميل اسمه فلان الفلاني كده كده، وكان تسبب الاتصال كده وحلنا له المشكله حقته كده. فدي دي حاجات ثانيه اضافيه. فالمهم انه في شهادات اكاديميه انت لازم تحصل عليها حسب نوع الشركه اللي انت شغال فيها، وحسب السكوب اوف جوب اتسيلف، يعني حسب المدى بتاع الوظيفه او النطاق بتاع الوظيفه. طيب المهارات الشخصيه دي وقال حاجه صعبه، و بتكتسبها لكن ببطء جدا. الشهادة الأكاديمية دي 4 سنوات 5 سنوات بيتخرج ببكالوريوس قد الدنيا زي ما بيقولوا المصريين، لكن في خصائص شخصية، في حاجات بتولد بها، في حاجات بتكتسبها، ودي ليها الدائرة تعب. بس السوفت سكيل والهارد سكيل، يمكن الأستاذ الفاضل عبد الرحمن تكلم معكم في الموضوع ده، دي شغلانية صعبة. وخدمات العملاء سبتوا زي الراجل اللي قاعد جنب المرة دي، يعني يكون زول كده حاوي بس، يعني انت بتلعب جيجلينج بكل الحاجات دي يعني. فلازم تكون عندك مهارات شخصيه كثيره جدا، حنذكر منها جزء. اهم حاجه فيها اللباقه في الكلام، اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز. انا خطيت اللباقه لانه كوميونيكيشن دي كده باللغه العربيه، عشان تجيب ادارك كلام كثير، فانت لازم تقدر تستخدم اللغه بصوره كويسه. و في حاجة بسموها بقول لك لكل مقام مقال، فأنت لازم تقدر تطبق الكلام ده بالضبط، يعني لازم يكون عندك communication skills عالية جدا عشان تقدر تتفهم مع الناس. دي من الأشياء المهمة. كويس، ما ممكن تكون موظف خدمة عملاء كسلان، لازم تكون زول نشيط. زول نشيط معناه بتأدي عملك بصورة professional. طيب لازم تكون سريع، لازم تكون لماح، لأن أنت في النهاية عندك 8 ساعات عارف تنجز فيها شغل كثير جدا جدا، تحفظ زمنك أنت وتحفظ زمن العميل. من الحاجات المهمة جدا في خدمات العملاء إنك يكون شخص عندك الرغبة في المساعدة. فينا صدق خلقهم كده، ناس very helpful. خلاص في أي حاجة تلقاهم يقول لك السوداني، يقول لك زود الرجل زول قدامي متبرع إنه يخدم الناس. فأنت لازم تكون الميزة دي ميزة موجودة فيك، لأنه العميل ده بيجيك في حالة حرجة جدا إنه داير مساعدة. فانت لازم يكون عندك الحاجه دي، حاجه جواك انك عندك الرغبه في انك تساعد الناس، لازم عندك الحاجه دي. خلاص اللين في الردود والبعد عن الفظاظه، لازم تكون شخص دبلوماسي جدا، حتى لو داير توصل رساله سيئه توصلها بصوره دبلوماسيه وكويسه، يكون بالك طويل جدا، لانه العمر دي المرات بيقولوا كلام ما طبيعي. يعني قبل اتكلمت عن قصه الفوتبول هنا في امريكا، الأمريكان ديال الفوتبول دي عندهم حاجة يعني ممكن يضربك رصاص في موضوع الفوتبول ده، فبيضرب لك تلفون بيكون درجة حرارته مليون وبكورك والتلفزيون بتلاقي قطع وما عارف الزود العامل هوم رن، يعني بيكون زعلان جدا داري ينفجر وممكن يسمعك كلام فارغ يعني. فأنت لازم تكون زول فيري كول وتعرف كيف تقدر تهدي الزول ده وتمتص الغضب بتاعه عشان تقدر تحل له مشكلته، لأنه لما يكون في حالة الفوران والغضب ده ممكن ما يقدر يقول لك ذات المشكلة شنو، أوصف لك المشكلة الغلط. فدي من المهارات المطلوبة عندك أنت، احترام الآخر وإظهار ذلك. أنت في محلك ده بتعترض عليك كمية من الناس، الكويس والكعب والغني والفقير والمتعلم والجاهل، فأنت لازم تقدر تتعامل مع الناس كلهم. يعني ممكن شخص يكون بسيط جدا يتصل على ناس زين عنده مشكلة في التلفون، الشخص ده يكون من الله خلقه ما شاف التلفون ده إلا بعد اشتروا له واحد ودعمه رسلوا له من السعودية،
ففي ناس بسيطين يعني فهمهم بسيط، معلوماتهم بسيطة، فأنت ما بتقدر تستفزه ولا تضحك فيه ولا كده. لازم تكون أنت يعني تحترم الناس. الزول في النهاية ده عميل مهما كان وضعه، هو مش اشترى الخدمة دي، والخدمة دي قروش بتساهم في دفع مرتبك أنت. فلازم يكون قصد احترام الناس دي حاجة مغروسة فيك أنت، بغض النظر عن الكلام اللي قاله ولا شكله كيف ولا جاي من وين ولا بيتكلم بياته لهجه. لازم تحترم الناس. طيب، سهوله توصيل المعلومه والجواب حسب نوع العميل. دي مره ثانيه برضه بتعتمد على فهمك انت. حسيت بانه الشخص ده راجل بسيط، ما تتكلم له بلغه عاليه جدا ومعلومات تكنيكال عاليه، ما حيفهم عليك، ما حيكون استفاد حاجه من الاتصال حقك. خلاص، ممكن يخلي الشركه بالموضوع ده. لا، فانت لازم تسهل المعلومه وتوصلها. طبعا في النهايه دي مهارات، زي ما قلنا مهارات شخصيه. لانه اصل مثلا عندكم في الدكاتره بتاع الجامعه، في دكاتره يكونوا شاطرين جدا، يعني الواحد تحسبيه وفهم الماده دي فهم ما طبيعي، لكن ما قادر يوصلها. دي مهاره شخصيه عند البني ادم، يعني انه الشخص اللي بيقدر يوصل المعلومه. يعني هسه ممكن نفس الكلام اللي انا اقوله ده، اي شخص يوصله ليكم بصوره مختصره خالص خالص. يعني مثلا مره عندنا جروب بتاعنا بتاع الدفعه، اتكلمت لهم عن حاجه اسمها الفاينانشال فريدم، انه انت كيف تقدر تكون حر ماليا واقتصاديا. تكون سمعت بالكلام ده، قريته الناس الجداد اللي انتوا عندكم معلومات اكثر من الناس القدام. فالمهم يعني بتكلم في الكلام، فواحد من الناس قال لي يعني زول يعمل له نقاطه ببساطه كده، يعني جاب الاخر يعني زول يعمل له نقاطه حاجه تساعده في يتعامل دخل زياده. يعني طبعا دي واحده من المفاهيم بتاعتنا، يكون عندك فاينانشال فريدم وعندك مصدر دخل ثاني. فشوف يعني انا اتكلمت كلام كتير كده ومصطلحات انجليزيه وبتاع، فالراجل اللي جاب لي بالراحه كده قال لي يا خصمه يعني زول يعمل له نقاطه كده. يعني توصيل المعلومه ده ذاته موهبه، هبه ربانيه، انه الواحد يقدر يوصل المعلومه بسهوله. خلاص، وانت ممكن تدرب نفسك على الكلام ده. احترام الوقت وترتيب الاولويات دي حاجه مهمه جدا، يعني وقتك انت ووقت العميل كويس. مرات في ناس بيحبوا الونسه، أصول تضرب لي تلفون ولا يضرب لك تلفون، والله يا أخي اسمع الهلال مبارح يا أخي غلب القطن الكاميروني وبتاع، يعني قصة تطلع من الهلال أنت شغال فيه. بالمناسبة مبروك الهلال المريخ الاثنين، يعني عشان ما تقول أنا متحيز للهلال. قبل كنت اسم هيثم مصطفى وحمد ضفع الله والديب والكلام ده، أنا كنت هلالابي لكن ناسي ما بالحيل شديد على الموضوع ده يعني. فالمهم أنت محتاج للسمول توك ده عشان تخش مع العميل وتأخذ منه معلومات هنا وهناك. لكن في النهاية عندك زمن محدود، انت ما عندك اليوم كله عشان تقعد تتونس مع الزول ده، والله يا اخي السياسه اللي حصل فيها فلان وما عارف البرهان. انت ما جاي عشان تشتغل القصه دي، انت عندك حاجه دار تعديها، فتعرف 200 تسحب الراجل ده للقصه الاساسيه اللي انت ماشي لها. فاحترام الوقت ده حاجه مهمه جدا واساسيه. لازم تقدر انت يكون عندك زمن. يعني هسه ممكن اتونس في النادي لحد اخر لحد 3 ساعات دار يتم وما اكون وصلت اي معلومه لاي زول، وما خلصت الحاجه اللي انا دايرها، لانه ما عندي احترام للزمن. فانت لازم تكون تحترم الزمن وترتب الاولويات. خلاص، يعني ممكن احكي هسه انا 10 نكات واقول لكم 15 بيت شعر و30 قصه، خلاص، لكن في النهايه ما حلقى زمن اكفي البرزنتيشن حقي انا. فانت لازم توازن بين الحاجات دي كلها مع بعض، فترتب الاولويات حقاتك وتحسب زمنك وزمن العميل بتاعك. طيب، الرغبه في التعلم المستمر واكتساب مهارات جديده، دي بقى حاجه مهمه جدا جدا. ما تقول والله خلاص انا والله اتخرجت من بيزنس واقتصاد وانا زول عندي بكالوريوس والموضوع انتهى على كده. لا، يعني احنا اسي اخر حاجه جابوا لنا نظام جديد في الشركه، خلاص، حاجه اسمها جلوبال بيزنس مانجمنت. ده عشان يربط بين الاس اي بي وبين الدوكيومنتيشن اللي احنا بنعملها. كان عندنا حاجه اسمها امبر رود، شالوه بره وجابوا واحد جديد. فانت لازم تقعد تتعلم النظام ده بيتعامل كيف، 1 2 3 4 5. فانت لازم يكون عندك القابليه لانك تتعلم بصوره مستمره. خلاص، يعني الدنيا دي متطوره ماشيه، ما في حاجه واقفه. يعني بذكر انا اول ما جيت امريكا دي اشتغلت في شركه اسمها هيلب اون. شركه كانت بتستخدم شغلنا كان بنلز الويل تشير، نمشي المطار، الزول اللي ما بيقدر يجي من الطياره لحد ما العفش لاي سبب من الاسباب بتركبه في الويل تشير تجيبه. الشغل ده كان زمان بيشتغلوا له الناس الامجرنت الجايين جداد اللي ما بعرفوا انجليزي اللي ما عارف شنو، لانه ما داير اي فهم. انت بيجيك الزول ده بتكون شايل لك ورقه كاتب فيها اسم الزول ده، بيقرا اسمه، يقعد في الكرسي، انت عارف انه والله ياخذ الطياره دي يونايتد، هتمشي تشيل الشنط حقته من كورسر 9 طوال السوق، الزول ده تجيبه توقفه يشيل شنطه ويتخارج منك. قبل فتره مشيت المطار لقيت الناس كل واحد شايل له ايباد. الناس دي ذاتهم الشغل كنا بنشتغل زمان قبل 15 سنه، الزول ده شايل له ايباد،
ما في زول تاني بيتكلم معك. انت تخش في الايباد ده، انت منتظر الطياره الفلانيه، طالب قوم بيقول لك يا اخي اسمع، احنا وزعنا لك الشخص اسمه فلان الفلاني، خلاص تمشي تنتظره قدام البوابه الفلانيه عشان تشيله توديه الحته الفلانيه. الكلام ده في ايباد، يمكن معناها النازل هسي لو ما عندهم قابليه للتعلم خلاص طلعوا برا برا الشغل. فانت لازم يكون عندك القابليه للتعلم مهما كان، معرفه انواع البشر وطريقه التعامل مع كل شخص. دي زي ما بقولوا easy said hard done. الناس كلهم بيقول لك انت مفروض تكون تعرف انواع البشر، لكن دي مهاره ما يزول بيقدر يعملها، دي حاجه صعبه. وبالاضافه لكده انت في ناس بتعرفهم من خلال خطهم في الايميل. هل دي طريقه ممكن تعرف بها زول؟ يعني بس بالحزول برسل لك ايميلات عشان بس والله يا اخي الخط ذاته ما كاتبه بيده زول، والله يا اخي بيستخدم الكابس كون زعلان. يعني عشان تعرف انواع البشر دي شغلانيه صعبه جدا جدا. لكن انت بكثره الاحتكاك والممارسه والمعامله، الايميلات مشت، الايميلات جات، التلفونات كده، تقدر تتعرف على الشخص ده عشان تقدر تدخله من المدخل السهل الممكن تتعامل معه اكثر، وتخلي العلاقه بينك وبينهم علاقه فرانكلي. تقدير ظروف كل عميل والتعامل معه حسب الحاله التي يحسها العميل، دي حاجه مهمه جدا جدا. انت مرات بتكون انت غلطان، فلما تكون غلطان بتكون داير تكسر رقبتك عشان تصلح غلطك، وتعامل مع العميل بصوره مهذبه جدا وحلوه جدا. مرات العميل بيكون هو غلطته هو ما غلطتك انت، فانت بعد بتقوم ترجع في الكرسي لورا تقول يا اخي القصه دي ما غلطت انا، ان شاء الله يدق راسه في الحيطه. لكن بيقول لك لا، انت الكاستمر سيرفيس دي يعني الحسن بتاعتي في الحاجه ما غلطت فيها انت. الزول ده جايك ويده ملويه، يعني عارف نفسه انه الحاجه دي ما في يده خلاص، ودايرك تساعده. التراث الشعبي هنا بيقول لك اللي بيشيل فوق الدبر ما بميل خلاص، يعني انت الحيوان ده الدابه دي بتشيل، دي حاجه طبيعيه. لكن يكون عيان وبعد ده يشيل او معوق او كده، فده دي الجوده هنا، جوده الخدمه هنا. فانت لازم تاخذ نفسك محل العميل ده. والله يا اخي الزول ده عنده تلفون شغال به والخط قطع فجاه، فانت لازم تحس بمعاناه الشخص ده، وزي ما بقولوا يعني تظهر الامباثي حقتك معاه، هو الامباثي حقتك يا أخي والله مغدر ظروفك، والقصة دي صعبة جدا، إنه الإنترنت حقه يقطع في وقت زي ده خلاص، ولا العربية حقتك إن إحنا لديناك ليها دي فجأة كده تصلي بالمكنة حقتها يا أخي والله، يعني دي حاجة يعني تحس بي ظروفه عشان تقدر تتعامل معه بصورة كويسة. أهم حاجة إنك تحس بالظروف، وزي ما يقولوا الخواجات put yourself on his shoes، إنه الرجل ده حاسب شنو عشان تقدر تتعامل معه بصورة كويسة. ما تكون شخص بارد في المحلات المفروض يكون فيها برود، وما تكون شخص حار في المحلات المفروض يكون فيها برود. يعني لازم تقدر تعمل الحاجات دي. المصداقية والأخلاق وعدم استغلال حاجة العميل لتحقيق مصالح شخصية أو للشركة، ده بقى كلام مهم جدا. وقبل شوية تكلمنا عن التراست، الثقة بتاعت العميل، فلازم يكون في مصداقية عالية جدا وأخلاق عالية جدا. ومعظم الشركات بيكون عندها code of ethics، الشركة ذاتها بيكون عندها قوانين خدتها للموضوع بتاع الإيثكس. يعني مثلا عندنا احنا في الشركة أسانا في المبيعات بيقول لك أي هدية أكثر من $50 ما تقبلها، أو إذا قبلتها تجيب لنا الشركة. يعني حسيت بأنه الراجل ده إذا ما قبلتها منه حيحس بأنك استشويته يعني أو ما احترمته خلاص، تقوم تقول لي يا أخي والله شكرا جزيلا الهدية بتاعتك دي أنا حقبلها، لكن احنا عندنا قانون في الشركة بيقول أي هدية أكثر من كده تجيب لنا في الشركة، فأنا حمشي أوديها لناس الشركة. بعد ذلك الشركة يتصرف يقول لي شيله انت، يدوها لزول تاني، يخطوها عندهم في الصندوق دع الشركة حقت انه الله يا اخي جانا هدية من الحتة الفلانية دي بطريقتهم هم. فكل شركة بكون عندها code of ethics بتتعامل بها. لو هم ما عندهم خلي انت عندك code of ethics، لازم يكون عندك اخلاق، ما تستغل حاجة الناس، ما تستغل معلوماتهم. انت شغال في محلة خلاص بيتصهر عندك معلومات بتاعت ناس اعمارهم قروشهم خلاص، يعني شغال في بنك عارف انه العميل ده والله عنده مليارات، ما تمشي تستغل المعلومة دي أو تديها لشخص تاني يستغلها بصورة غير أخلاقية. فده مهم جدا، الأخلاق والمصداقية. حفظ أسرار الشركة والعملاء وتقديم معلومات في حدود القانون. طيب أنا والله عندي 5 عملاء، الآن بتعامل مع بيتزا هات، دومينوز بيتزا، وبابا جونز في السعودية. ما بشيل المعلومات حق الدالي إذا أقول لي خصم عن إحنا والله بنبيع للنازل بسعر كده، لأنه دحين يستخدم المعلومة دي ويبيع بأقل من سعره ويضرهم في السوق. انت اسرار الشركه حقتك واسرار العملاء ما بتقدمها الا في حدود القانون. انت في حاجات مسموح لك بها تقولها وفي حاجات ما مسموح لك بها تقولها، لازم تكون عارف انت بتعمل في شنو.
إجادة مهارة قراءة العميل من نبرة الصوت في حالة التلفون أو من لغة الجسد في حالة المقابلة الشخصية أو مكالمة فيديو أو من نسخ الكتاب في حالة الإيميل والتعامل معه حسب حالته. اضطررنا لها قبل كده. المهم أنت تكون من يعني عندك السينسي لأنك تقدر تتعامل مع الناس حسب حاجتهم. المقدرة على إحساس معاناة العميل وتفهم حالته والتعامل على أساس حالة العميل تكلمنا عنها. مهارة الاستماع والإنصات دي مهمة جدا. أنت لو ما عرفت المشكلة الحقيقية ما حتقدر تحلها. بتعرف المشكلة الحقيقية بأنك تسمع. أنك تسمع بصورة جيدة جدا جدا. كويس؟ Good listening skills. لأنه أنت في النهاية أزول ده جايك عاوز حاجة. إذا قال لك أنا عاوز جبنة شريد فهمتها جبنة string أنت لخبطت الموضوع لخبطة شديدة جدا جدا. فأنت لازم تسمع بصورة كويسة جدا actively good listening skills عشان تفهم المشكلة شنو. لأنه إذا ما فهمت المشكلة ما حتحلها. إذا ما عرفت الطلب ما حتديه الحاجة اللي هو حاجة هو عايزة. أنت لو شغال صيدلي طبعا الصيادلة برضو بالمناسبة عندهم شغل بتاع customer service كتير جدا بالذات الناس اللي شغالين في الصيدلية. الصيادلة شغلهم الأساسي إنهم يركبوا الأدوية دي ذاتها ما يبيعوا البيع ده شغل تاني خلاص. لكن إذا ما بيجي عنده listening skills ممكن عادي جدا يشيل دواء يديه تاني يقتل له بني آدم. فلازم يكون عندك listening skills عالية جدا. الصبر وطولة البال والقدرة على العمل في ظل الضغط النفسي والزمني. العملاء دي زي ما قلنا ناس طبعهم مختلفة. ممكن يجيك شخص اللي ذي إنه سيئك أنت بصورة شخصية ودي بتحصل كتير خلاص. فصح في حاجات الشركات بتوقف فيها يعني الشركة نفسها بتتصل بالعميل تقول لي خصم أنت ما من حقك تعمل الحاجة دي ده موظف وعنده حاجة بيعملها وعنده حدود بتاعت مسؤولية في حاجات هو ما مسؤول منها. فانت نحن ما بنسمح لك تسيئ للعميل حقنا. وفي شركات بتعمل فايرنج للعمل حقينهم لانه اسالي موظف عندهم خلاص. لكن في النهايه انت ما قدر القصه دي تطور تصل للمرحله دي. فلازم يكون عندك طوله بال ولازم يكون عندك صبر وتقدر تفصل الحاجات الشخصيه من الحاجات العمليه لانه انت بعد ده كله عندك حياه تانية. الضغط ده كله كويس وبعد ذاك تمشي الحاجة دي تشيلها للبيت ولا لأخوانك ولا لزوجتك ولا أولادك دي بتعمل لك مصيبة تانية أكبر من المصيبة اللي أنت كنت فيها. فأنت لازم يكون عندك مقدرة على الصبر وتحمل الضغوطات سواء كان في العمل سواء كان من العملاء سواء كان من الحاجة التانية. طيب في حاجة مهمة جدا اللي هي بسموها الكرياتيفيتي والإبداع. أنت لازم تكون شخص مبدع جدا و think out of the box عشان تقدر تحل المشاكل دي. فدي حاجة مهمة وهي طبعا مطلوبة في كل الأشياء لكن في الكاستمر سيرفيس بالذات مهمة. أنت لازم تتعامل مع بني آدمين مع الهيومن بينج دي طوالي. أنت لازم تكون شخص فنان ولازم تكون شخص مبدع عشان تقدر تعمل الحاجات دي. طيب من الحاجات المهمة جدا أنك تكون مالتي تاسكين. في ناس بيقولها مالتي تاسكين سمعتها الاثنين يعني من الخواجات. مالتي تاسكين دي يعني معناها تعمل حاجات كثيرة في نفس الوقت. أنا قبل قلت لما كنا شغالين في ديش نتورك دون شهر بتعطيه بقى لأنه العميل بيكون بيتكلم معك وانت بتطبع بتكتب انه العميل ده اتصل بينا وقال عنده المشكلة الفلانية القناة الفلانية ما شغالة. فانت بتكون بتسمع فيه وبتكتب في نفس الوقت. مرات بيتكلم معه وبتفتش لأنه انت ده تعرف الزول ده وين ساكن فيها تمحل. اول ما قال لك انا اسمي كده اول اكاونت حقي رغمه كده طوارب قمت تجيك معلومات في الشاشة حقتك انه الزول ده والله يا اخي ساكن في ام درمان راس في ام بدة شارع مدني محطة العمود الاحمر. يعني الحاجات دي كلها بتجيك في السيستم. انت بتقوم بتسمع فيه وبيجيها وتقرأ في المعلومات دي في الكمبيوتر قدامك في السيستم قدامك عشان ما تاخذ زمنه خلاص وتضيع له في حاجات تانية. انت لازم تكون بتقدر تعمل في كل الحاجات دي في نفس الوقت تطبع وتقرأ في الكمبيوتر وتسمع فيه. فلازم تكون عندك الميزه بتاعت المالتي تاسكينج لازم مهمه جدا جدا. طيب الثقافه والاطلاع والمواكبه دي حاجه بتفيدك في كل الاشياء الثانيه. احنا اتكلمنا عن السمول توك خلاص. يعني مثلا امبارح ولا مس الهلال المريخ الاثنين كانوا لاعبين والاثنين غالبين خلاص. فدي انت ممكن تعتبرها فرصه عشان تتكلم مع الشخص اللي بيتكلم معك ده خلاص. تشوف مود شنو زود له لاعب المريخ بيحب الكوره ما بيحبها فدي ممكن تدخله معك في الونسه. فانت لازم تكون مطلع سياسيا ثقافيا اقتصاديا بتعرف شويه في الغناء بتعرف شويه في الموسيقى بتعرف شويه في التاريخ بتعرف شويه في القبائل. يعني شنو عندك واسع الاطلاع عشان تقدر تتفهم مع الناس دي. كله إنسان عنده حاجات بيحبها فإنت عشان تعرف ميوله شنو بتجرب حاجات مختلفة. زول بيحب الرياضة تخش له في الكورة تخش له في الفولي بول تخش له في السباحة في كده. زول بيحب السينما تتكلم له عن
أي فيلم جديد، فيلم قديم، مات ديمون، ممثلين، الممثلات، الفنانين، الفنانات، المهم تكون عندك معلومات أساسية في نفس الوقت تستخدمه في حدود البروفيشناليزم. لازم تكون زي بروفيشنال، ما تاخذ اكثر من زمنك وتضيع وتتوه في محلات ثانيه، لكن انت تخدمك كثير جدا انك راجل مثقف ومطلع وملم بالحاجه الحاصله دي. والله اوكرانيا مع روسيا، ما لازم تكون مثلا انت محلل سياسي يعني وقاعد في الجزيره 24 ساعه، لكن عارف رؤوس المواضيع عشان تقدر تدخل بيها، يكون عندك مدخل السمول توك. دي باختصار كده الحاجات المطلوبه لموظف خدمات العملاء. شايف في الشات في حاجات، في اسئله ولا لقاءات ولا؟ في سؤال لكن ما له علاقة بالمهارات المطلوبة. ما أعرف إذا ممكن أقوله أسي ولا بعدين. كده قولي ونشوف حي تكلمنا عنها ولا حي جاي لها. طيب ده سؤال الشيخ شكله رجع. فبيقول إنه how do the sale people seem to order my factory in case of stagnation. As there is no accumulation of product in the market in or the store, how can they go about advertising? فهو باختصار بين إنه مثلاً كيف إنه البائعين يطلبوا منه في حالة الركود أو المنتج ما متوفر في السوق، وكيف الإعلان أو الدعاية ممكن يتوجهوا لها. طيب ده سؤال في المبيعات وفي الاقتصاد في نفس الوقت، ده حاجه كده كومبينيشن. لكن مثلا ما فهمتها انه انت ما عندك منتجات ولا عندك منتجات كثيره وما عارف تصرفها. هو على حسب كلامه انه منتجات ما في السوق. ايوه خلاص، يعني معناها في شورتج في السوق خلاص، والعميل داير بضاعه والبضاعه ما في. طيب دي زي ما بيقولوا good problem to have. انا بعد انا خلاص يعني القصه طاقيه حقت السيلز تمام، لان احنا مرات عندنا بالشركه حقتنا بنضطر تقطع العملاء. يعني عندنا منتج من المنتجات حاجه نحن الوحيدين اظن بنعملها. رفع يده ده الشيخ داري ورينا سؤال من شنو، ولا ده واحد ثاني؟ ده اسمه عبد الله جمال. خلاص طيب نرد للشيخ ونرجع لعبد الله جمال. عبد الله بس خليك معنا شويه. طيب عندنا منتج اسمه سترينج تشيز، ده نحن متخصصين في العالم، ما كل الشركات تقدر تعمله، يعني عدد بسيط جدا، يعني ده ممكن يكون ده المثال بتاع المونوبولي بتاع الاحتكار. ففي السنه اللي فاتت زي شهر 7 اكتشفنا انه المنتج ده كمل عليه طلب عالي جدا وما عندنا طريقه نوفر الطلبات كلها. فالمدير بتاعنا راجل من يعني العقول الممتازه جدا في امريكا، الراجل بتاع الفي بي بتاع البيزنس ديفلوبمنت اللي احنا شغالين في الديبارتمنت حقته، فقال this is a good problem to have. يعني دي مشكلة كويسة جدا انك تكون عندك، انت بايع حياتك كلها وما ملاحق على الزباين، لكن قالت it is still a problem، يعني في النهاية دي برضو مشكلة. طيب الكلام اللي قلناه كبير بتاع المصداقية، نحن عملنا شنو في الحالة دي ك يعني practical case study؟ شوفنا الناس اللي ما ممكن نوقف منه المنتج ده. في شركات عندنا تعاون معايا، يعني مثلا بيتزا هات، دومينوز، بيتزا، بابا جونز، دي الشركات الكبيرة ما بنقدر نقول لهم نو ما في طريقة. شغالين معهم لينا أكثر من 60 سنة وعارفين شغلهم بره هم ذاتهم كيف، ما بنقدر نوقفهم. فأنت لازم تعرف وير تو كات، إنك منو اللي بتديه ده قبل الناس الثانية، الأولويات، ترتيب الأولويات، منو من العملاء اللي أنت مفروض يعني ما في طريقة إنك تقول له لا. فتبدأ بإيديك تقوم تديهم المنتجات، لكن بتكون صريح معهم تقول يا جماعة شوف والله يا أخي في مشكلة. يعني هسه حاليا الآن في العالم من زمن الكورونا كويس، شركات العربات طبعا العربات دي كلها شغاله في الكمبيوتر، يعني كلها بقت كمبيوترايز العربات، في تشيبس بيدخلوها في العربات عشان تشتغل، التشيبس دي بقت ما متوفره، يعني في باك لوج في التشيبس دي في الشركات المصنعه من زمن الكورونا، ما قادره ترفع الانتاج بصوره تغطي كل شركات العربات. فهسه في مشكله في العربات الجديده بقت ما في، انت داير لك عربيه تمشي تدفع العربون بتاعك تقول 6 شهور عشان تدوق عربيه جديده 2023. فدي بقت مشكله، لكن مشكله حقيقيه، ما انا ما عندي حل. انا بمشي للعميل بقول له يا اسمع والله ام سو سوري، انا عارف انك محتاج للحاجه دي لكن اي كانت بالواضح كده انا ما بقدر، انت داير ليك كونتينر 3 كونتينرات بتاع سترينج كيز، انا ما بقدر اديك 3 كونتينرات، انا سي بقدر اديك كونتينر. وفي ناس بتقول له يا جماعه سوري انا ما عندي طريقه. فانت لازم تكون صادق، ما
ما تغشغشهم كده، اصبر لي الليل وبكره وبقى. وانت عارف انك ما حتقدر تعملها، دي بتزيل الترست حق العمر طوالي. ما في طريقه للغشغشه والكذب، واذا الكلام ده ما بينفع لازم تكون صادق معهم. خلاص والله يا جماعه ام سو سوري، انا الحاجه دي ما عندي. من الناحيه الثانيه تقول لي يا اخي اسمع، صح انا ما بقدر ارسل لك هسي، لكن لو بدك ثلاث شهور ممكن يجيبوا لك. وفي نفس الوقت دي تعمل الموازنه بتاعت انه منو التديو. انت ما في النهايه بقت عندك حاجه بسيطه، الكيكه دي بقت صغيره، في ناس تقدر تديو وفي ناس ما تقدر تديو. ما ممكن تقول يا اخي انا والله اي عميل عندي خلاص اديه كرتونه 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 كرتونه، ما بتنفع القصه دي، لان في عملاء كبار، في عملاء صغار، في عملاء انت عارف احتياجاتهم. فانت اللي بتقرا الوضع كويس، وانت اللي بتمشي على هذا الوضع. ف this is a problem، لكن زي ما قال المدير حقنا it is a good problem to have، لكن برضو في النهايه محتاج تحلها. فما اعرف اذا الاجابه دي كده مقنعه يا شيخ. الرافع دون من عبد الله. عبد الله تفضل. عمل ميوت عبد الله تفضل. انا فكيت الميوت فممكن تعمل عبد الله اذا قدرت تعمل ميوت في اي لحظه تكلم طوالي، عشان الزوم ما يسرقنا. حنمشي للمهاره الثالثه اللي هي المهارات الفنيه. تمام عبد الله، في اي لحظه عملت ميوت ممكن تتكلم طوالي. طيب اتكلمنا عن المهارات الاكاديميه، وتكلمنا عن المهارات الشخصيه، حنتكلم عن المهارات الفنيه. والمهارات الفنيه دي منها مثلا التدريب الداخلي في الشركه. خلاص الشركه دي بتدربك على المنتجات حقاتها. يعني زي ما قلت انا لما دخلت في الشركه دي، الاخر حاجه اللي انا شغال فيها هسه دي شركه بتاعت جبنه، انا في راسي انه تمشي تشتري لك حبه من الصيدليه وترميها في اللبن بتبقى جبنه. لا، لقيت ان الجبنه ده موضوع ثاني مختلف. القصه دي الناس اللي عندهم اكثر من 60 براءه اختراع في موضوع الجبنه ده، بس في الموتزاريلا تشيز بتاعت البيتزا 60 براءه اختراع. فلازم انت تعرف الشركه دي وتتدرب داخليا. يعني زي قلت لك مشيت ديش نتورك، جابوا لنا الريسيفر ده وفرتكناه وصاموله وركبناه، لانه انت تتعامل مع العميل ده لازم توريه الحاجات دي. فدي المهارات فنيه ممكن تحصل على التدريب داخل الشركه. خلاص مثلا السيستم السوفت ويرز الموجوده، لو كانت اوراكل ولا كانت اس اي بي ولا فور سيلز، اي نوع من انواع السيستمز الموجوده دي مهاره فنيه انت لازم تكتسبها ويكون عندك القدره انك تتعلمها. خلاص الوسائط المتعدده، التلفون، التابلت، الكمبيوتر، الاله الحاسبه، خلاص الحاجات دي لازم يكون عندك مقدر انك تتعامل معها. يعني ناس الحمد لله الشباب دول كلهم قدروا يدخلوا زوم، مش كده؟ انا متاكد هسي اذا فيزر عمره 50 سنه 60 سنه ممكن يقول لك يا اخي انا ما اقدر اشتغل بزوم ذاته وما دايره. وحصلت لنا مشاكل ايام الكورونا دي، طبعا في امريكا هنا وقفوا الناس من المشي للمدارس والشغل وكده، فهنا السيستم بتاعهم شويه كويس، فطوالوا قاموا حولوا للتعليم عن بعد، شغل اونلاين بقى. ففي اساتذه الكبار يعني عمرهم 60 وكده، ديل خلاص قصه التكنولوجيا دي ما عندهم معرفه وما قدروا يتواكبوا، لدرجه انه كل واحده من الاستاذات دي جابوا لها مساعده تعمل ميوت للشفع والصوت حق الكمبيوتر حقها يروح ما تعرف ترجعه كيف. وفي وحدات يعني انا بعرف اثنين منهم بيدرسوا اولادي في المدرسه الابتدائيه، طوالي اول ما الكورونا ده حسوا بها استمرت مشوا قالوا دايرين ايرلي ريتايرمنت، قالوا عاوزين نعمل ريتايرمنت خلاص، لانه ما قدروا يواكبوا في الموضوع ده. فانت لازم يعني تتعلم الوسائط المختلفه، سواء كان حاجه عندها علاقه بالانترنت. يعني هسه الفيسبوك بقى محل بتاع تسويق، زي ما قلنا الشركات المعظمه بقى عندها ويب سايت، انت تمشي تشتري وتبيع من خلال الويب سايت. الباي بال، يعني انت لازم تكون عارف الحاجات دي كلها. التليفون، يعني هسه التليفون ده بقى بالنسبه لنا الشغل بتاع الشركه كله بقى في التليفون. العملاء ذاتهم بتتعامل معاهم بقينا بالواتساب وبالحاجات زي دي كلها. فاذا انت ما عندك معرفه فنيه بالحاجات دي لازم تمشي تعرفها وتتعلمها. التواصل الاجتماعي، الحاجات دي كلها هسه بقت الواتساب، الانستغرام، التويتر، التليجرام، الحاجات دي كلها انت لازم تعرفها، بالاضافه للشغل بتاع الانترنت. يعني لما الكورونا دي جات، يعني جزء كبير جدا من الشغل حقنا بقى بالنت ميتنج وبالزوم وبالحاجات دي. بقينا هم نسافر، ما عندنا طريقه نسافر، تمشي العميل في محله، بقت كلها شغل بتاع وسائط الكترونيه. فدي مهارات فنيه انت لازم تتعلمها. بيتكلم عن الطباعه، الطباعه بسرعه جدا وبصوره بتاعت اكيوريسي عاليه، بدقه عاليه، انت لازم تكون بتطبع كويس عربي وانجليزي. طبعا هنا بتكلم بالعربي يعني بسيط مع الناس، يعني لكن في ناس ثانيين بيحتاجوا الاثنين، العربي والانجليزي، بصوره
بسرعه عاليه جدا وحتى لغات ثانيه يعني. فانت لازم تعرف الحاجات دي كلها. ده بالنسبه للمحور الرابع، المهارات المطلوبه الاكاديميه والشخصيه والفنيه. اي سؤال في المحور ده؟ سؤال عبد الله جمال. إنه هل التأتأة ممكن تأثر على موظف خدمات العملاء؟ للأسف بتأثر، للأسف بتأثر. ودي يعني بتعتمد بصورة كبيرة على الشخص اللي هناك. في ناس بتقبل القصة دي. يعني أنا مثلا لما اشتغلت في خدمات العملاء الدوميستيك في شركة نور جرين الأول، الكلام ده كان سنة 2006 2007 2008، أنا عندي أكسنت خلاص، فلما نتكلم انجليزي ما بتكلم انجليزي بصوره زي الامريكان يعني. وفي ناس ممكن يكونوا لدرجه انهم عنصريين يعني، اول ما يسمعون نزول عنده اكسنت طوالي يعني بيفقد الانترست، ممكن يشاكلك ويستفزك لان انت عندك اكسنت خلاص. فدي التأتأة ممكن تكون بنفس الصوره دي. في ناس ما عندهم صبر، يبدا يضحك عليك خلاص، يبدا يقلدك. يعني الشخص ذاته بيشتغل الشغلة دي لازم يكون باله طويل وفاهم انه عنده حاجة مختلفة من باقي الناس التانين ويقدر يتعود عليها، لكن ممكن تأثر عليه خلاص. لأنه إذا جات شكاوي كثيرة من العملاء، العملاء دي عندهم كومبلين، يقول يا أخو الله يزود احنا ما قادرين نفهم منه، بضيع زمننا كده خلاص. فنعم بتأثر. هي ما هو مفروض تأثر، لكن الحقيقة يعني دي الحقيقة انها بتأثر إلى مدى انه اذا انت ما يعني بتاتي لدرجه انك تاثر على شغلك والعملاء ما بيقدر يتفاهم معاك، بتاخذ منهم زمن طويل خلاص، وانت ذاتك بعدك يعني اخلاقك بتضيق، انت ذاتك بتتهور وتقول كلام ما يهمك، يقول لك 5 6 مرات يقول لك ما فاهمك عيد لي قلت شنو، او اذا في زول ضحك فيك، او في زول بدا يقلدك. لانه في ناس عندهم الهوايه دي انه بس داري يعذبك كده، بس يلقاك بتتمتم يتمتم معك، يلقاك بتكلم بثه يتكلم معك بثه، عرفتها يجيب كثافتك يشوف انت مقاسك ذاته توصل لوين. فنعم ممكن تأثر، لكن الشخص يعني بعد ذاك يتكلم بالراحة يعني يقدر يحاول يتغلب عليها ويشوف المشكلة بين يقدر يحاول يتغلب عليها. أتمنى أكون قدرت أجاوب على السؤال. سؤال تاني ولا؟ طيب شكرا يا دكتور. في سؤال تاني، ما هو متوسط الوقت المستغرق لتحويل عميل محتمل إلى عميل حقيقي؟ وبيسأل هل في دراسة عملت في السياق ده ووصلت لشنو بصورة فيجر يعني؟ ما عندي فكرة والله، ما عندي فكره. الحاجات زي ما نقولوا الاكاديميه والحاجات البحوث والكلام ده احنا بقينا بعيدين منه خالص، احنا بقينا السوق. وحتى الدكتوراتات اللي بيعمل فيها الدي بي اي دي اللي هي الدكتور بزنس ادمنستريشن، ده شغل براكتيكال اكثر منه شغل ثيوريتيكال. فممكن الاساتذه بتاع البزنس بعدين الموجودين او حتى في النادي الثاني ممكن يجاوبوا الكلام ده يعني، اذا خليت ناس نعمه والجماعه دي يشوفوا القصه دي. انا ما عندي معرفه اذا كان بقى في حاجه زي دي. لكن انت لما تتكلم عن مجال عملي قصة الايام والساعات والهناية دي، يعني احنا عندنا عملاء بياخدوا سنين يعني عندنا مثلا ليتل سيزر يمكن احنا اكثر من 8 سنوات الشركة دي من يعني لأعلى المستويات كانوا داري يدخلوا ليتل سيزر عشان يبقى عميل معانا. فيبدو انهم كانوا مبسوطين جدا من الشركة اللي عنده بتبيع لهم ليتل سيزر دي. الشركة تقريبا هسي بقت بين الرابعة والثالثة أكبر شركة في العالم أسي حاليا، شركة دومينوز بيتزا نمرة 2 بيتزا هات، برغم بيتزا هات أقدم وكانت الأول لكن أسي دومينوز فاتتها ويز. الشركة الثالثة كانت بابا جونز. ليتل سيزر أسي بقت كانت الشركة الرابعة أسي فاتت بابا جونز. ونحن سنوات طويلة جدا كنا بنحاول نبيع ليهم الجبنة ما قدرنا خلاص. القصة ده أخذ 7-8 سنوات عشان نحن بس ندخل ليتل سيزر معنا. في الاخر قدرنا يعني احنا في سنه 2020 تقريبا خلاص يعني كان عملنا معاهم عقد طويل المدى. ودي كانت يعني زي ما يقولوا نقطه فارغه في الشغل بتاعنا، لانه الوقت ده كانت الكورونا والمبيعات نازله وكده، فكانت صلحت النمبرز حقتنا في الشركه خالص. تخيل 7-8 سنوات انت شغال لك مع عميل واحد عشان تدخله عندك. فبتختلف من عميل لعميل. مثلا عميل في حاجه اسمها شركه هنا اسمها كوسكو، ده بقالات كبيره جدا لو بتسمع بوول مارت والحاجات دي، كوسكو زي محل بتاع جمله بيدخلوه في اليوم 2000 3 10 15000 عميل حسب انه ويكند ولا ما ويكند. فانت لما تاخد المنتج بتاعك ده في واحد من الدكاكين الكبيره دي مبيعاتك حتزيد. فعشان تدخل المحلات دي لازم يكون عندهم شروط قاسيه جدا، يعني عشان انت تمشي تعرض البضاعه حقتك في وول مارت ولا في كينج سوبر ولا واحد من المحلات دي عندهم شروط عاليه جدا عشان يدخلوك جوه، لانه اذا انت دخلت في المحله دي اضمن انه مبيعاتك حترتفع.
فبتعتمد على نوع العميل نفسه، أهمية المنتج حقك أنت بالنسبة للعميل، هل هو مهم ولا ما مهم، سمعتك في السوق، هل القصة دي على طلب عالي ولا ما على طلب عالي. فما بتقدر تقول يا أخي والله مثلا القصة دي بتكون ما بين يوم وشهر يوم، يعني مثلا متري عندنا عميل حنشغالين معه 8 سنة 9 سنة عشان بس ندخله معنا، فالقصة بتتفاوت. It depends زي ما قلنا صلة تصل. طيب في سؤال، أسماء برامج بتستخدم بصورة أكبر في الخليج في إدارة CRM. أنا في الخليج ما عندي معرفة، أنا قاعد في أمريكا ليه هسي فت 20 سنة، لكن الجميل قلت هدية دي مشهورة على مستوى العالم، ده تقريبا أعلى 7 برامج أو 8 برامج مطلوبات. أقولهم مرة تانية، حاجة اسمها Monday Sales، حاجة اسمها Vibe Drive، حاجة اسمها Salesforce، HubSpot، HoneyBook، Capsule، Oracle وSAP. حكيهم في الشات في النهاية، بعدين حكتب الأسماء دي في الشات. دي على مستوى العالم، ما أعرف والله الخليج شنو، ما عندي معلومة. طيب تمام، ممكن تكتب لي في الواتساب وأوديها لهم الجروب. أنا بكتب ذاتها في هنا في الشات. طيب تمام. في سؤال، كيفية بناء علاقات مع العملاء رافضين الخدمة أو المنتج؟ أوكي، ده سؤال كويس جدا. ورد عنده غني يقول فيها صندوق الصخرة، مش كده؟ فأنت لازم يعني try your best، يمكن ما تنجح في النهاية خلاص، لكن تعمل المستحيل. العميل لما يرفض ما عنده سبب رفض به، أنت لازم تعرف سبب الرفض، يعني لازم to do your homework وتشوف الطريقة تدخل بها للعميل ده كيف. لازم أقول تقول إحنا ليتل سيزر ده 8 سنة شغالين معاه عشان نقدر بس نجيبه. نحن معروفين من أكبر الشركات، يعني الشركات اللي بتعمل الشغل حقنا ده 3 ولا 4 شركات في العالم أساساً، ده احتكار في الشغل حقنا نحن. وليتل سيزر دي شركة أمريكية، لكن بالرغم من كده ما قدرنا نخش له. فأنت لازم تشوف الناس دي، تمشي تعمل بحث ودو يور هوم ويرك خلاص، وتعرف الناس دي الحاجة اللي بتجذبهم شنو. في ناس بيجذبهم السعر، في ناس بيجذبهم الجودة. يعني مثلا الناس بابا جونز عندهم حاجة يسموها الجولدن ستاندرد، الجودة عندهم أول حاجة بغض النظر عن السعر خلاص. الشركة مثلا بتاع تايوتا، بس تايوتا بيقول لك بشنو، بيقول لك نحن العربية بتاعتنا دي يمكن يكون سعرها أغلى من العربات الكورية، لكن في حاجة اسمها التوتال كوست، إن عربيتنا دي في مدة 5 سنة بتكلف قروش أقل من العربات الكورية، لأنه ما بتخسر بسهولة، الصيانة بتاعتها سهلة ويس. وهم من كده يقول لك إحنا العربية بتاعتنا دي بعد 5 سنة بسعرها بكون ما فرق كتير من سعرها بتاع العربية الجديدة، لكن تشتري لك عربية كورية بعد 5 سنة بتبيعها بربع سعرها خلاص. فأنت العميل اللي هناك ده بتشوف هو أساسا القصة مويته شنو؟ هل الموضوع موضوع بتاع سعر؟ هل الموضوع بتاع جودة؟ هل الموضوع بتاع خدمة؟ خلاص؟ تحاول تقرأ العميل ده الحاجات اللي بتجذبه شنو؟ الحاجات اللي بيحبها شنو؟ الحاجات اللي بقيمة أكتر من الحاجات التانية شنو؟ وليه بيشتري من الشركة سين بدل الشركة صاد؟ طبعاً ده شغل بتاع تسويق، بتاع ماركتينج، ده الناس بيمشوا يفتشوا الحاجات دي، وناس السيلز فتش أقول ليه زول ده بيشتري الحاجة الفلانية ما الحاجة الملحدة الفلانية. بعد ما أنت تكون فكرة، بعد ذلك تجيب المدخل بتاعه، الراجل ده والله بيحب الكواليتي، تقول لي شوف اسمع، نحن والله أسي مثلا العربات الكورية هنا في أمريكا عشان القصة بتاعت الكواليتي دي، بقول لك نحن نديك ضمان 10 سنة، 10 سنة شركة كي هنا في أمريكا، بقول نحن نديك ضمان على المكان 10 سنة. ده كله عشان يكسروا بيها الحاجز بتاع الكواليتي بتاع ناس تايوتا. انت تقول لك إحنا عربيتنا دي سوقة بس كده، اطمئن اشتري تايوتا ونوم على كده. ناس كي عشان يغنعوا الناس بانه هم في الكواليتي ما قل من التايوتا، بقول لك احنا بديك ضمان 10 سنه اذا اي حاجه حصلت للمكنه الترانزميشن جيب لنا راجع، بدي واحده جديده. فانت بتقرا السوق، بتقرا العميل، بتشوف العميل ده بيحب شنو اكثر حاجه خلاص. الاهم حاجه بالنسبه له شنو، ما في حاجات كثيره لكن الاهم بالنسبه له ترتيب الاولويات. بعد ذلك هل الحاجه دي موجوده عندك في المنتج حقك، انت تقوم تظهر له الحاجه اللي هو بيحبها اكثر من الحاجات الثانيه. إن شاء الله أكون قدرت أجاوب السؤال. سؤال ثاني؟ ما في سؤال، لكن في زي قصة كده، هو بيقول إنه بيعرف زميل حصلت له مشكلة سمعية بسبب سماعات اللي بيستخدمها في الكول سنتر. نعم. هي تعتبر من مخاطر CRM، وهل في مخاطر أخرى؟ ده كلام صحيح؟
في مخاطر تانية. أنا حصلت لي حاجة قريبة زي دي، بس الحمد لله ما وصلت مرحلة السمع. يعني كنت شغال في ديش نتورك، وأعتقد كان في ملاكمة ولا مصارعة، المهم كان في حاجة شغالة إيفنت رياضي، والناس كانت متابعينه بصورة عالية جدا، والزول ده أظن قطعت ليه البرنامج حقه في وقت حساس، وقام ضرب تلفونه. لسوء الحظ رديت عليه وأنا، وافتكرني أنا قاعد في الهند. وانا طبعا في القصه بتاعت الاوتسورسنج دي هنتكلم عنها لقدام، انه بيقعد الشركات بتودي الاوتسورسنج لمحل تانية. فده زعلان جدا انه كيف وهو متضايق وقاعد في امريكا يرد عليه زول. يعني هو الكلام اللي قاله لي، قال لي انت زباله، قال لي تراش خلاص، وقال لي ده اتكلم مع السوبرفايزر حقك. وانا بحاول اشرح لها اسمع انا ممكن احل لك الموضوع ده، ما بتحتاج. قام كورك باعلى صوته في الميكروفون، وانا السماعات انت مو خدتها في منينك يعني. فانا قمت جلعت السماعه لانه حسيت بانه وضعني طرشقت خلاص، بس كويس انه كان ظبط صوته ما عالي شديد، لدرجه انه تعمل لي مشكله في السمع. تمام. والمهم المكالمه دي كانت مسجله، وبعد ذاك مشيت للسوبرفايزر، والسوبرفايزر صعد للمدير، وبعد ذاك مشي ضربه للزود اللي قدام. قال له يا اخي انت القصه دي اوفنس، يعني انت عملت جريمه. زود لو كان فقد السمع بتاعه نحن كان هنشتكيك في المحكمه، نحن هنديه هنعمل له تعويض هنا في المحل دي، لكن بنيجي ندفعك. لا انت، فانت يعني لحياتك، يعني انت القصه دي ما تعمل لك عمليه جديده، لانه انت ما عارف الزول ده قاعد قاتل سماعات في اذنين، تمشي تعمل لك مشكله زي دي. ففعلا ممكن تجيك مشكله بتاعت هيرنج من كثره خدت السماعه خلاص، المشكله بتاعت الظهر والمفاصل والكلام ده من كثره القعد خلاص. اسي في شركات بقت السيت ده بدوك له باعتبار انك ممكن تقوم وتقعد عشان تتحرك، لانه القعاد الكثير بيعمل مشاكل في المفاصل، بيعمل مشاكل في الظهر، بيعمل مشاكل في كده كويس. ففي يعني نعم، ففي في في خطوره، في خطوره للحاجات دي. بالاضافه زي ما قلنا للقصه بتاعت الضغط النفسي، الناس اللي ما بيستحملوا الضغط النفسي ده مرات بيهم مشاكل نفسيه من القصه بتاعت التعامل مع الناس الكثيرين، وبيخلي الشغل وشاكل مرته واولاده في البيت، يعني بتحصل لهم مشاكل تانية. فنعم في خطوره. فانت برضو زي ما بيقولوا ادري بنفسك، بتعرف نفسك تقدر تشتغل في القصه دي ولا بتقدر. اول ما تحس بانه الموضوع ده بدا ياثر على حياتك خلاص، الويل بين حقتك، انت ممكن بعدها تخط لاين وتقول يا جماعه شكرا جزيلا والله الموضوع ده انا ما حقي، انا داري في محل ثاني. فيس عندها مخاطر زيها وزي اي شركه ثانيه. طيب في اخر سؤال في الشات بوكس، جذب عميل جديد هل هي مهمه خدمه العملاء ام قسم التسويق؟ قسم التسويق. الاجابه السهله قسم التسويق، لانه ديل شغل سوري المبيعات كويس. التسويق ما بيتكلموا مع زول، التسويق ده بنزل الإعلان في الراديو تمام. الإعلان في الراديو ده ممكن شخص من الإعلان ده يتصل بناس المبيعات، ناس المبيعات بعدها هم اللي بيتكلموا معاه ويعملوا القصة دي بدل كول لأكشوال سيلز يعني خلاص. لكن انت يكون عندك دور، لأنه مرات انت بحسن تعاملك مع عميل معين يقوم العميل ده يمشي يعمل جود وورد لشخص تاني، والشخص الثاني ده اعجابا بصاحبه ديه يمشي يشتري المنتج حقك، لكن ما بيشتري عن طريقك انت، بيمشي ناس السيلز. يعني الخيل تجلب والشكر لي حماد، انت عملت الشغل هنا كويس، والزول حقك ده قصة اللي عجبته شديد مشى حكى لواحد صاحبه، والواحد صاحبه طوال يتصل على ناس المبيعات ويقول انا داري اشتري. ففي الحالة دي جاء عميل جديد خلاص بمجهودك انت، لكن كسب منه بتاع المبيعات، وانت في النهايه كسبان، لانه طالما الشركه حقتك كسبت معناه انت كسبان برضه في النهايه. لكن اجابه لسؤالك ده ما مهمه خدمات العملاء الا اذا كان في الوصف الوظيفي انه خدمات العملاء ده من الوظائف حقته، انه يعني تو ريسيف سيلز كولز كجزء من الشغل بتاعه. لكن في كل الشركات بقول لك للاتصال على المبيعات دخل الرقم كده، بتصارع خدمات العملاء دخل الرقم كده، لانه ديل جهتين منفصلتين، كل واحد عنده مهمه مختلفه من المهمه الثانيه. سؤال ثاني؟ لا ما في سؤال، ممكن نكمل. الفرق بين خدمات العملاء على المستوى المحلي والمستوى العالمي، دي من الحاجات اللي ممكن تلقاها في كتاب، لانه ده من شغلي انا، اشتغلت دوميستيك واشتغلت انترناشونال. أول ما تتكلم دخل كلمة انترناشونال ولا عالمي ولا دولي، أنت دخلت زيادة بتاع تعقيد في الشغل بتاعك، القصة بقت معقدة أكثر. طيب
مثلا واحد من الفروقات الاختلاف في الثقافة والعادات والتقاليد. يعني انت شغال في السودان خلاص، عندك عميل في افريقيا الوسطى، لو ما كان عندك احتكاك بالناس اللي قاعدين في افريقيا الوسطى ديل، ما بتعرف الناس ديل عادات تقاليد المسموح الممنوع، دي حاجات صعبة جدا انك تعرف الكلتشر بتاعت الناس التانيين، فدي بيزيد التعقيد بتاع الشغل على المستوى العالمي، لانه انت هتضطر بعد تمشي تقرا برا وتشوف الناس اللي بيعملوا في شنو. يعني انا ساعدت الشركه حقتي دي خلاص بانه انا عارف الكلتشر بتاعت الميدل ايست، عارف بيتاخد السيلز كيف، تتكلم مع منو، الديسيجن ميكر بيعمل كيف. انا يا مش شغال في السعوديه، عندي صاحبي شغال في معرض، معرض بيبيع كاربت خلاص، السجادات والحاجات اللي بيعملوها في الوطن دي بما فيها الرخام والكلام زي ده. فانا قاعد معه بتونس بالليل، خلص الشغل بتاعي، جاء واحد سعودي راكب عربيه جميله جدا وخش دخل المعرض، قال لي يا اخي انا بيتي مسحته كده ده كل المعلومات، ودار اشتري من الكاربت ديه اللي بتاع بيفرشوه في الوطن ده، نوع من السجاد كده، عشان امشي اركبه في البيت. قال لي صاحبي ده يتونس معاه واخذ منه كل المعلومات وكده بتاع، قال لي يا اخي رايك شنو انت، اللون اللي انت اخترته ده انا اديك منه قصاصه خلاص، واديك قصاصه بتاع اثنين تانيين، ويمشي كده انت مخمخ كده في البيت بالليل، اشرب شاي كده وقهوه وتعليه بكره الصباح. فانا كذول بتاع بيزنس قصه ضايقتني جدا، سعودي قال لي جدا وبتاع مهم يتونس وشال الحاجات دي ومشى. قلت له يا اخي زول تجنيت ولا شنو؟ ده زول جاي يشتري منك وانت خلاص ارتقف في محلك وعندك عموله. قال لي شوف اسمع، الاختيار بتاع الحاجات دي من راجل، الاختيار بتاع الحاجات دي المرأة. الزول ده قال لي نص قصه البتاع ده يمشي البيت مرته ما يعجبه يرجع عليه بكره بعد ما انا قصه. فانا ما داري يفكر، داري يمشي يشاور زميله. فده عارف شغله، ده عارف بيسوي في شنو، يعني ما قصه انه رفض البيعه، عارف انه الموضوع ده هي المره اللي بتغرر في القصه دي من الراجل. الزول ده بيزعل ويدفع القروش. فقال لي انا اديته القصه دي انه يمشي هناك يشوف المره اللون عجبه ما عجبه القصه، بعد ما المره تغرر لان هي بترجع لي الحاجات دي من الراجل. وفعلا قال لي زول ده بعد كم يوم جراجع وشال حاجه ثانيه، ما الحاجه الاولى اللي انا وريتها اليوم. فلازم تعرف انت اختلاف الثقافات دي منو الديسيجن ميكر، الحاجات دي انت تقدر تعرفها بسهوله، دي واحده من التعقيدات. طيب اختلاف اللغه والمخاطبه، يعني هسه انا في شغلي ده واحد من العمر بتاعنا بتاع الميدل ايست برسل لي ايميل لواحد في جهه ثانيه بكون مكتوب بالانجليزي، فبجري بقول يا اخي اسمع زول ده قصد شنو، انا ما فاهمه، لانه نحن بنفكر بالعربي من اليمين للشمال، وزي ما بنقول احنا الانجليزي فكر من الشمال لليمين حسب كتابته. فانت لما تقول كلام بترجمه في راسك من عربي انجليزي وتكتبه، مرات ما بدي نفس المعلومه، او هنا اللفظ ده عنده معنى ثاني، ما نفس المعنى اللي انت بتستخدمه. فالحاجه دي لو ما انت بقيت عارف الكلتشر واللغه بتاعتهم ما بتقدر تصل لها بسهوله، فدي ممكن تعمل اختلاف كبير جدا. طيب اختلاف الوقت، واحده من الحاجات يعني مثلا ان احنا عندنا هسه انا عندي الساعه 11 بالنهار، انت عندكم الساعه 9 بالليل خلاص، عندي 10 و11 و58، انت عندكم الساعه 8 و58، يعني قربت 9 بالليل. فاختلاف الوقت ده مشكله، عشان انا اقدر اتفاهم مع العميل ده في الوقت المعين ده، يا انا ساهر يا هو ساهر خلاص، الاجازه بتاعت الجمعه والسبت في الدول الاسلاميه، الاجازه بتاعت رمضان، فانت لازم تكون ملم بالحاجات دي كلها عشان تقدر تمشي شغلك بصوره كويسه. اختلاف البيئه القانونيه دي موضوع كبير جدا، يعني انت زول شغال معاك هنا اشترى حاجه بتمشي تشتكي في المحكمه خلاص، زول في الفلبين ده تشتكي منه بياتوا قانون، القانون بتاعهم بيقول شنو، فدي واحده من التعقيدات الكبيره جدا بتاثر على الشغل على المستوى العالمي. الاعياد والاجازات والمناسبات خلاص، نحن مثلا رمضان ده في الميدل ايست عارفين من رمضان الناس ما بتاكل فيه في المطاعم الفاست فود، بياكلوا الاكل المحلي خلاص، يعني حتى ناس السودان بياكلوا القراصه واللقمه وكده، الناس بتوقف البيتزا والمطاعم والحاجات دي في رمضان خلاص. نفس الكلام ده بيطبق في السعوديه والامارات وكده، الناس بياكلوا مع الفاميلي، الواحد بياكل في بيته وكده، البيتزا بتكون قليله خلاص. فانت لازم تعرف انه يا اخي والله في سيزونز معينه حسب خبرتك انت بالبلد والكلتشر والثقافه بتاعتهم والدين حقهم، انه في منتجات في وقت معين ما بتمشي، وفي نفس الوقت اخر يوم في رمضان الحاجات بتزيد لانه بيكون في طلب عليها عالي جدا، الناس بعيده تطلع برا وتشتري الحاجات من المطاعم وتمشي الحدائق وكده. فانت لازم برضو تعرف الحاجات دي، ودي من الحاجات اللي بتعمل تعقيدات في العمل. طيب تنفيذ الطلبيه، انا قبل تكلمت عن قصه انه دارت اشيل لك جبنه من هنا توديها جبل علي، ده موضوع معقد جدا ويخش فيه 5 6 7 اشخاص، كل واحد لازم يقوم بدور.
فالتعقيد ده في حد ذاته بيزيد التعقيد بتاع الشغل بتاع الانترناشنال. صعوبة التواصل يعني عشان تساهر لزول يتكلم معاه هو ما زي زول قاعد معك في نفس التايم زون. خلاص هنا عادي جدا انت ممكن تمشي للعميل في محله، صعب جدا عشان انا اسافر او ارسل لي مندوب عميل بتاع موظف بتاع خدمات عملاء اوديه اللي يزور في الصين عشان يتعرف عليه، دي شغله صعبه جدا. طيب التكلفه العاليه للاخطار دي مصيبه كبيره. يعني احنا عندنا انت لازم تكون very accurate، لانه اذا ودت لك بضاعه غلط من امريكا خلاص لليابان لسعر التكلفه، يقولون يا جماعه لكم البدايه ما في البحر، انت دومستيك دي رسلت لك بضاعه من ام درمان للحاج يوسف ما مشكله، ممكن الدفازات تجيب لك راجع، لكن حاجه انت وديت بره قطعه البحر ده ومرقت بقت في جوريستيكشن ثاني، ده موضوع مختلف. عشان كده الاخطاء تكلفتها عاليه جدا، وتخدم الحاجات اللي بتزيد الضغط النفسي على الموظف بتاع العمل في المجال الانترناشونال، لانه انت بتكون خايف تغلط، لانه عارف انه غلطتك دي بتكلف الشركه $50,000 غلطه واحده، فانت بتكون عايش على اعصابك لحد ما الاوردر ده كله يتنفذ، هل قصتي عملت صح ولا ما عملت صح. زي ما قلنا كسرة التقاطعات والتداخلات بين الأقسام، يعني هسي مثلا تنفيذ طلبية واحدة، العميل يفتح خطاب اعتماد يمشي البنك، من البنك يمشي للبنك حقنا، البنك حقنا يستلم ناس الحسابات، انت تنسرق مع ناس الحسابات، ده عشان ذاته اسمه الأول انه البيمنت تيرمي تمشي، دخل الاوردر في السيستم، تتكلم مع ناس الانتاج، تتكلم مع ناس الترافيك عشان يشيلوه، تتكلم مع ناس الدوكيومنتيشن عشان يودوا ال الأوراق والحاجات دي يوصلوها يعني في كمية من الحاجات بتخش مع بعض. طيب زي ما قلنا لأنه التكلفة عالية بتطلب يغز عالية وانتباه للتفاصيل والسرعة والإتقان، ففي حاجات كثيرة جدا أنت لازم تكون صاحي 100%. يعني من الحاجات اللي بتذكرها واحد من المنتجات نحن اللي من السيستم حقنا يعني بيساعد ذاته على الكنترول، أول ما البضاعة شحنت من المصنع طلعت برا خلاص طوالي بتقوم بتجيك أنت المعلومات بتاعت البضاعة اللي شحنت، بترسل لك في الايميل حقك مباشره، لانه انت مكتوب جوه السيستم ديه من معامل سيت اب في الاول انه انت الكاستمر سيرفيس المفروض تتابع الموضوع ديه، فتقوم بيجيك ايميل انه يا اخي والله البضاعه مشت دي كده من دون الحاجات اللي انت بتشوفها، حاجه اسمها سيرتيفيكيت اوف اناليسيس، دي فيها مدى صلاحيه المنتج. فمره انا بعد ما استلمت الاوراق براجع لقيت في منتج تقريبا في الطلب زي شهر وينتهي، فطوالي ضربت للناس ثاني طرف قلت لهم الكونتينر ترجعوه المصنع في حاجه ما نقدر نبيعها، نص المنتج ده بينتهي بعد شهرين، لما نصل هناك في المنطقه حقتنا اللي هي حتاخد شهرين بيكون انتهى، برجعوا لنا السفينه كلها، امشي جيبوها طلع المنتج ده اخذ واحد بدله ثاني. فدي من الحاجات اللي لازم تكون فيها عندك يغزه يعني. الحاجه برضو يعني الصعبه في الانترناشونال الدعم للاقسام الثانيه، يعني عندنا عادي جدا ممكن ناس الكوارتر اشورنس يمشون لمطعم ولا يمشون لشركه عشان يشوفوا الحصل شنو المشكله وين. في الانترناشونال صعب جدا ترسل لك تيم من دوله لدوله عشان يمشي يعمل لك خدمات. دي حاجات بسيطة ممكن تكون الفرق بين الخدمات العملاء على المستوى العالمي والمستوى المحلي. كاستمر سيرفيس ان اكشن دي انا بس عاوز هنا بصورة بسيطة عشان اوري ممكن يكون في الدور ده حاجة كبيرة جدا بتاعت خدمات العملاء، يعني ممكن يكون مثلا زي الصورتين الاوائل ده يعني تيبيكال لكول سنتر، انت بتيجي تقعد في كرسي خلاص بيتصلوا عليك العملاء بترد عليهم، يعني حتى كان ملاحظ ما في حاجة هنا لان الكرسي ده يكونوا قاعدين فيه ثلاثة اشخاص، إذا الشركة شغالة 24 ساعة بتقسم على 3 ورديات كل وردية 8 ساعات، انت حتيجي تقعد 8 ساعات يكون عندك أوراق وأقلام بتكتب فيها المعلومات الحاجات دائرة وكل الحاجات بتنزل في السيستم، لأنه انت حتمشي الزول ده بتطلع انت هو بيجي خاشي ما بتتونس معه ذاته، يكون الكلام كله موجود في السيستم بيقراه انه الزول ده حصل كده العميل الفلاني كده خلاص. التحت برضو بنفس الصورة كول سنتر، بعد ذلك مرات الكول سنتر ممكن يكون ذاته مقفول بقزازة تحتاج تتكلم بصوت عالي عشان ما تزعج الناس الثانية. طيب المكاتب البهينة دي يعني انت بتكون عميل بتاع خدمات عملاء ويكون عندك مكتب خاص بك، لانه الشغل كتير وفي حاجات يعني مثلا زي الصوره التحديه حتى في اجهزه هنا، لان انت مرات تحاول تشرح للعميل تقول لي يا اخي اسمع انت الحاجه اللي عندك دي شكلها كده كده ولا شكلها كده عامله كده، يعني كميه من الحاجات بتدخل في الشغل ده، يعني الرينج واسع بتاع الشغلانيه بتاعت الكاستمر سيرفيس، بالاضافه للشغل بتاع الاوتسورسنج اللي قلناه قبل شويه ده بقى انت تمشي لماكدونالدز عاوز تعمل طلبيه يرد عليك زول من ولايه ثانيه، وانت هدف المطعم انت واقف في قدام في الدرايف ثرو تيجي تشتري بعربيتك تضغط الانتركوم عشان تتكلم، الزول بيرد عليك ده ما يكون قاعد في المطعم ده، يكون عندهم كول سنتر هاي عاوز شنو، تقول لي يا اخي انا والله عاوز بيج ماك وعاوز فيه شطه
عاوز سيو مايونيز عاوز كده 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 يقول لك جدا يشيل منك القروش يشيل منك المعلومات حقت الفيزا كارد حقتك يقول لك خلاص امشي الشباك. شوف الزول يكون قاعد في ولايه ثانيه ممكن يكون برا امريكا نفسه. القصه حصل فيها تطور كثير خلاص. خدمات العمر ده ممكن يكون ما عنده مكتب ذاته زي مثلا شركات السيارات مثلا الوكلاء بتاع العربات. فانت بتجي من برا بيطوال بيجيك هو بنفسه برا يشيل عربيتك وياخذ منك المعلومات حقت العربيه وكذا وكذا ويستلم منك برا ويقول لك مع السلامه سوق العربيه دخيله في محل الورشه ويجي مارق للعميل اللي بعدك. فالرينج واسع بتاع خدمات العملاء وحاجات مختلفه كثيره وسيت اب مختلف وكثير. اعتقد بكده نكون كملنا الحاجات اللي دارين نقولها كلها. واذا في اي تعليق او اضافه او اي سؤال او في حاجه ما قلناها بصوره كويسه نفتح المجال. طيب شكرا لك يا أستاذ. في آخر سؤال في الشات بوكس، هل يوجد فرق بين CRM والكول سنتر؟ فرق بين CRM والكول سنتر؟ قصدك الكاستمر سيرفيس مانجمنت؟ نحن ما قلنا طبيعه الوظيفه ذاتها ممكن تكون الكاستمر سيرفيس خدمات العملاء يمكن يكون شغلك وظيفه في كول سنتر دي اذا كان شركه مثلا زي شركه زين ولا واحده من الشركات دي. وممكن يكون ما كول سنتر ممكن يكون زي ما نحن شغالين في شركه بتاعت انتاج عندك مكتب منفصل خاص بيك انت وعندك درج وعندك ملفات وفايلات وحاجات بتعمل بها انت لانه تكون مزول من العدد من العملاء. فممكن تكون كول سنتر وممكن تكون سيت اب ثاني زي السيت اب اللي عملناه. يعني السنه كان رجعت بالمحل ديه فالصورتين على اليمين ديل ممكن يكونوا كول سنتر ده كاستمر سيرفيس وعلى الشمال ديل كاستمر سيرفيس لكن ما كول سنتر ده شغل ثاني. فحسب نوع الشركه زي ما قلنا مثلا الشركات بتاعت العربات المهندس اللي بيكون استقبال او خدمات عملاء ده ما كول سنتر لكن برضه في النهايه كاستمر سيرفيس. ما أعرف دي جاوب المطلوبة ولا ما جاوب مصح. أي سؤال ثاني؟ سؤال تعليق أو إضافة؟ شباب آخر سؤال عن الدورات في المجال ده. في واحد كاتب كيفية التواصل مع العملاء وأنسب العبارات للتواصل قبل الشراء وأثناء الشراء وبعد الشراء. دي المهارات واللباقات اللي بنقول عليها زي بقول لكل مقام مقال. أنت ككاستمر سيرفيس أنت ما برو أكتيف ما بتمشي أنت بتبتدي الكلام لا أنت بتنتظر الاتصال من شخص هو اللي بيجيك خلاص. بعد ذاك الله الاتصال ده هو شنو؟ هل هو عنده كومبلين عنده مشكلة عاوز يحلها ولا عاوز يشتري زيادة ولا بس عنده نصيحة ولا عنده حاجة داري يقولها. بعد ذاك انت بتتعامل مع كل حالة زي ما هي. يعني مثلا الشخص جايك بكمبلين ده مثلا زي ما انا مثلا شغال معاكم الانترنت بتاعي قطع ضربت للشركة بتاعت الانترنت خلاص. الموظف اللي هناك ده مفروض طوال يحس بانه انا يا اخي والله متضايق وعندي شغلانية ووقفت وكده وحس بمعاناتي ومأساتي وحاول حلها تمام. واحد تاني مثلا عاوز يشتري انا مثلا انا البسه الطاقيه بتاعت السيلز مان بعدها طلعت من الكاستمر سيرفيس لانه الدار يشتري ده او اللي انت دار تتواصل معه ده دي حاجه يسموها الكولد كول تضرب للزول عشان تقنعه بانه يشتري حاجه يسموها الكولد كول خلاص. تضرب للزول تقول له يا اخي السلام عليكم والله يا اخي انا فلان الفلاني من دول المبيعات من الشركه الفلانيه وعاوزين نعرض عليك كده 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 ده كلام مختلف خلاص.
أثناء الشراد أنت تتكلم عن الشخص أنا خلاص خشيت معاه وهو عاوز يعمل بروسيس عاوز يشتري، ده برضو شغل بتاع مبيعات. ذكر كلام الـ satisfaction theory، الكلام اللي قلناه قبيل النيد ثيوري بتاعت العميل، ده كله كلام هنا إنه قبل وأثناء وبعد. نتكلم عن satisfaction theory، خلاص بتديه فرصة يتكلم هو عشان يعرض الحاجة الدائرة أو يعرض المشكلة بتاعته، بعد ذلك بتديه أسئلة زيادة عشان الأويرنس يزيد بالمشكلة، بعد ذلك تبدأ تتكلم أنت عشان توريه إنه الحاجة حقتك دي هي اللي بتحقق الـ satisfaction اللي هو بالنسبة له. طيب آخر سؤال بيسألوا عن الكورسات أو الشهادات المهمة في المجال ده، إذا ما تجاوب قلنا بيعتمد على طبيعة الشركة ذاتها. يعني مثلا إذا الشركة مثلا شركة هندسية، خلاص زي شركة طابعة عربات مثلا، أنت شغال في القسم بتاع الكاستمر سيرفيس، خدمات العملاء اللي هو بتستقبل العربات، خلاص فممكن يطلب منك شهادة مثلا في السيستمز بتاعت العربات، ممكن يطلب منك شهادة في الميكانيكا، خلاص في البريكس، يعني حسب الشركة اللي انت شغال فيها. نحن حسب الشركة بتاعتنا دي مطلوب جدا انه يكون عندك شهادة في الانترناشنال بيزنس والانترناشنال تريد، تمام، لانه الشهادة تفتحك على افاق تانية بتتكلم عن مثلا الليبل اللي هو بتاعت الصنف العادية دي، خلاص الليبل دي فيه طلبات كثيرة جدا. يعني هسه انا مثلا انا بستغرب اقول لك والله عندنا باخر بتاعت ضان مشيت السعودية وقعت راجع، أنا كلام ده بالنسبة لي ما مقبول خالص، ما في سبب يخليني أنا أقبل الكلام ده. إنه نحن في السودان ده لنا 30 سنة بنصدر المواشي للسعودية، ويجي يقول لي في باخرة كاملة مطابقة للمواصفات يرجع عليه، أنا بالنسبة لي دي جريمة، خلاص، لأنه أنا كشخص شغال في المجال ده مفروض أكون عارف المطلوبات شنو والسعودية طالبة شنو وليه، وإذا كان في تضعيم التضعيم ده بيتم بيات نوع منه على الأنصار، وكل مصلي بياخد دي شهادات أنا بأخدها، دي معلومات وخبرات أنا بأخدها. فالشهادة نفسها بتختلف حسب اختلاف الشركة. فأنت في الأول بتبدأ من الأول الإعلان بيقول مثلا دارين زول ده خريج شهادة سودانية، أو يقول مثلا زول ده عنده بكالوريوس بتاع صيدلة، أو بكالوريوس بتاع هندسة ميكانيكية، خلاص، أو هندسة كهرباء إذا الشركة مثلا بتتعامل في شغل بتاع ألواح شمسية ولا حاجة زي دي، أو زول خريج بيزنس إذا كان الشغل عام. بعد ما تيجي خاش بدربوك تدريب خاص بمنتجات الشركة، لأنه زي ما قلنا أنت الشخص المفروض تكون فاهم الشركة دي بتعمل في شنو ودار تصل لشنو ومنتجات شنو، لأنه أنت بتوصل المعلومات دي للعميل. بعد ذلك جوا الشركة نفسها بيكون عندهم برنامج بتاع تدريب، ناس اللي تشارك لما فضل عبد الرحمن الجبيل ده، ما أنت دخلوك أنت ذاتك مع عميل بالنسبة لناس اللي تشارك، أنت وظفوك عشان ما تمشي تخليهم، لأنه التكلفة بتاع التعيين موظف تاني عالية جدا عشان يحتفظوا بيك انت، ده الشغل بتاع الانترنال كاستمر سيرفيس خدمات العملاء الداخليه. فناس الاتش ار اللي انت بالنسبه لهم عميل، جابوك عايزين يدربوك ووروك الشهادات انه هم عاوزيننا شنو، 1 2 3 4 5. فيبقى معناه الشهادات دي جوه بتعتمد على نوع الشركه، نوع المجال اللي انت شغال فيه، وبرضه رغبتك انت عاوز تمشي في اي اتجاه، خلاص، لانه في ناس في مجال الكاستمر سيرفيس زادوا هم يتعلموا حاجات زياده. يعني مثلا عندنا الشغل بتاع الاي سي بي ده مثلا، في حاجه اسمها الكونفيجريشن، ده اللي هو الرابط بين الشغل التكنيكال بتاع الناس الاي تي مع الشغل بتاعنا احنا بتاع البيزنس ده. ففي ناس بيعملوا شهادات في المحله دي عشان يكون فاهم الشغل بتاع البيزنس بيجيها والشغل التكنيكال بيجيها. انت من مجالك ده طوال تمشي تشتغل، بعد ما تشتغل مع العميل الخارجي بعدها تشتغل مع العملاء الداخليين، لانك بقيت فاهم الاي سي بي ده شغال كيف، تشتغل في وظيفه ثانيه خلاص جوه الشركه، بعد ده انت بقيت فاهم الاس اي بي بيسوي في شنو وفاهم البيزنس سايد بيسوي في شنو، تقوم تشتغل جوا الشركه عشان تربط بين الاس اي بي كنظام كاي ار بي سيستم وبين الحاجات الدائره الشركه، لان انت بقيت فاهم الفانكشن هنا شغاله في شنو. فالشهادات بتختلف حسب نوع الشركه. سؤال ثاني؟ ما في سؤال. طيب يا أستاذ ممكن بعد نختم إذا ما في حاجة. تمام. بس عاوز أشكر كل الشباب اللي قاعدين ديل، معلش أخذنا من وقتكم زمن طويل والدنيا بالليل عندكم في السودان هناك، فشكرا لكم واستحملتونا كثير. في الغالب الشباب اللي عملوا الكلام ده عندهم استبيان حيدوكم ليه عشان أنتوا تقيمونا برضو وترونا أخطاءنا عملنا شنو وممكن نطور شنو. فيعني ياخذوا الموضوع ده بصورة جادة بصورة سيريس، لأنه كلامكم ده بيفيدنا نحن
إذا دار نعمل التريننج ده في المستقبل بنقدر نقدمه بصورة تانية كيف، إذا في حاجات نركز عليها، في حاجات نحذفها، طريقة كلامنا سريعة، بنتكلم بالإنجليزي، بنتكلم بالعربي، ده هي مصطلحات زيادة. المهم يعني الاستبيان بيجيكم ده أعملوه كويس. دي حاجة. الحاجة الثانية دعاء وكل الشباب المعاه، شكرا جزيلا يا جماعة، دي خدمة كبيرة جدا للوطن والبلد. وطالما انتم قاعدين ان شاء الله البلد ما بتجيو حاجة، يعني الناس خايفة انه المستقبل كيف، لكن طالما في ناس زي يكون بيقدموا خدمة زي دي مجان تطوعا من غير ما يدفع عليكم قروش، القصة يعني تستمر 13 14 15 يوم، خلاص احنا هو عندنا 3 ساعات دي مع السلامة باي باي يعني، لكن انتم حتكونوا متابعين القصة دي. فشكرا لكم، وشكرا لمجموعة المؤسسة مجموعة الباحثين السودانيين وللينك بروجكت وكل الناس اللي شغالين في الموضوع ده، بما فيهم الناس بتاع التكنيكال سبورت اللي قاعدين بورا الان بيخلوا الموضوع ده ممكن. فشكرا لكم. شكرا لك يا استاذ، شكرا على زمنك، وشكرا على المادة الفعالة. معلش نسيت حاجة، نسيت اكتب السوفت وير، حكتبه هسه في الشات او ممكن ارسل لك دعاء في الواتساب بعدين. أيوة. يا شباب برضو بس تذكره، اذا في اي زول عنده سؤال ثاني ما تذكره او اي حاجه ثانيه يرسل لي برضو دعاء عند الواتساب حقي، ممكن توصل المعلومه عندنا. فانا هسه حكتب السوفت وير ده سريع كده، ممكن الناس تاخذ لها دقيقه كده ودقيقتين لحد ما انا اكمله كله. ايوه انا ممكن بعدين اخذ الايميل بتاعك والبروفايل بتاع لينكدين على اساس اذا في حاجه يتواصلوا معك. طيب، ديل تقريبا من اشهر الشركات اللي عندها سي ار ام سيستمز وشغالين عليه، لكن لو خشيت الانترنت مشيت عملت جوجلينج بتلقى في كميه من الشركات الثانيه، بعدين بالخليج بالذات لانه كنت عندهم الميزه بتاعت العربي والانجليزي. كيف يصل العميل للولاء؟ اخر سؤال ده من سموال. يا سموال، العميل ده بيصل للولاء بالخدمة الطويلة الممتدة كويس، بأنك تشتغل له حاجة كويسة لزمن طويل، يعني خلاص يتعود عليك ويعرف أنك أنت شخص صادق وحياتك اللي بتقولها بتتطبق والمنتج ذاته بيأدي الغرض منه. يعني ناس التايوتا ما وصلوا لقصة أنه التايوتا دي اشتروها ساكت، يعني لأنه صدقوا معاون أنه التايوتا دي أعطالها بسيطة وبتشتغل معك زمن طويل وميكانيكاتها ما صعبة. يعني انت عندك عربية ألمانية، عندك مرسيدس دار تصلحها في الخرطوم، دي يكون في 3 أو 4 أنفار اللي بيعرفوا يصلحوا العربية المرسيدس تصليح جد، يعني عشان انت تمشي لهم الحاجة بيرفعوا لك السعر عالي جدا وما عندهم زمن لأنهم مسحومين ما عندهم ناس كثيرين. التايوتا بيقول لك احنا الميكانيكا بتاعتنا سهلة، اي ميكانيكي ممكن يصلحها خلاص، وبعد ده كله بيقول لك العربية بتاعتنا احنا بعد 10 سنة بتبيع بسعر كويس، تمشي تشتري لك عربية نوع ثاني من العربات بتاعتي بعد سنتين العربية تتهلها كلها وزور اشتراها منك ما في. فانت بتصل العميل بالحاجات دي بانه المنتج حقك ده طوالي كونسيستنتلي بيأدي الوظيفه بتاعته بصوره كويسه كويس، وانت ذاتك لما تحصل حاجه يجي يكون داير خدمه بتقدم له بخدمه بصوره كويسه. وزي ما قال الشيخ هنا الجوده والسعر طبعا دي حاجات اضافيه، وزي ما قلنا كلها بعد ذلك بتعتمد على انه العميل ده رغبته في حاجه. شنو، في ناس مثلا بيموتوا في الجوده، بقول لك الجودة ما عندها سعر خالص، الحاجة الجديدة أنا بشتريها مهما كان سعرها غالي خلاص. عشان كده تمشي تلقاسي في السوق الوصلة اليابانية بعشر أضعاف الوصلة الصينية، بالرغم إنه إحنا الصينيين ديل في السودان يعني شانين علينا الحملة، لأنه نحن الناس اللي بيشتروا التجار هم مش يجيبوا الحاجة الكعبة، الصينيين ديل عندهم بضاعة ممتازة جدا لكن سعر زي سعر الياباني، فنحن ناس ما بجيبوها، يمشي المحلات اللي بيجيب الحاجة الكعبة خلاص. ففي ناس عندهم الجودة دي قبل السعر، وفي ناس عندهم السعر قبل الجودة. بقول لك يا اخي والله انا بشتري حسب امكانياتي، انا عارف هاي ما حد يمشي معي كويس لكن ما اسوي شنو، انا ما عندي قروش كده. فمره ثانيه، كيف يصل العميل للولاء؟ الشغل بيكون فتره زمنيه طويله ما من مره واحده، الولاء ده ما بيجيك بس يعني زي ما بيقولوا هيت اند رن، ما لا ضربه واحده دي ما بتبقى، القصه دايره زمن طويل، انت بتقدم خدمه بصوره كونسيستنت مستمره جيده، المنتج حقك بحقق الساتسفاكشن للعميل بصوره متكرره ومتواصله بالإضافة للخدمة تكمل.
أي سؤال، أي تعليق، أي حاجة قبل ما دعاء دي تختم؟ تفضل، لسه زي 11 دقيقة. الله يبارك فيك يا سموال وكل الشباب القاعدين، ونتمنى لكم التوفيق يعني في حياتكم العملية. لسه الشباب عندكم زمن طويل جدا، وإن شاء الله مستقبلكم يكون أحسن من مستقبلنا إن شاء الله. طيب تمام، إذا ما في حاجة ممكن نختم. شكرا لك مرة تانية أستاذ. طيب العفو، سلامات، ونتمنى لكم أحلام هادية ونوم سعيد، وإن شاء الله حظ أوفر مع باقي التدريب. السلام يا شباب.